السلام عليكم يا باشمهندسين. ان شاء الله بقى النهارده هنبدا المحاضره الخامسه. هنكمل على الجزء بتاع الاوبريتور. احنا كنا شرحنا في اخر محاضره الخمسه كيسز بتوع الاوبريتور اللي هم مكتوبين قدامكم دول، من غير ما نحل عليهم مسائل، يعني حكتنا بس كده مسائل خفيفه خالص. هناخد بقى النهارده مسائل اكتر على كل كيس من الخمسه كيسز، عشان يعني نفهمهم اكتر. وده هيكون ان شاء الله الجزء اللي قبل البريك. فهنفضل نشتغل في الخمسه كيسز دول مسائل في الجزء اللي قبل البريك. بعد كده في البريك بقى النهارده هناخد بريك بتاع ربع ساعه، لان ان شاء الله في البريك دي هبقى افتح لك كمان الكوشنير الاستبيان اللي الكليه المفروض طالباه بتاع الميد ترم، فهبقى احط لك اللينك بتاعه والكيو ار كود بحيث انك تعمل سكان وتعمل الاستبيان في خلال البريك. برضو لو المندوب بتاع الدفعه موجود، او لو انتوا ليكم مثلا جروب واتساب او حاجه بتتواصلوا عليه، بلغوا ممكن بقيه الناس ان هم يا اما يدخلوا في المحاضره يعملوا الاستبيان، يا اما انكم تبعتوا اللينك او الكيو ار كود، لان خلي بالكم ان هو بيبقى مدته 10 دقائق بس. تبعته لهم على الواتساب بحيث ان كل الطلبه اللي عايزه تشارك في الاستبيان يبقى متاح بالنسبه لها، لان مش هنعرف نعمل الاستبيان ده تاني غير في الفاينل، يعني قبل امتحان الفاينل. طيب بعد كده بعد البريك ان شاء الله هنبدا بقى موضوع جديد، هو طبعا موضوع برده ريليتد للمعادلات التفاضليه وللديفرنشال ايكويشن، موضوع اسمه لابلاس ترانسفورم. وده تقريبا يعني هياخد مننا برضو يعني ممكن يعني نقعد فيه بتاع ثلاث محاضرات، او ممكن ندخل كمان في المحاضره الرابعه. هو جزء كبير، هيكون جزء منه الجزء الاولاني هيكون داخل معانا فيه في الميد تيرم، وهو جزء كبير يعني، بس هنبداه ان شاء الله النهارده وهنقطع فيه كميه كويسه. ده هنبداه بعد البريك. طيب نبدا بقى الاول بالجزء بتاع الاوبريتور. زي ما كنا قلنا ان الاوبريتور دي هي الطريقه البديله لطريقه الفاريشن اوف بارامترز. لو انت مش عايز تطبق طريقه الفاريشن اوف بارامترز علشان تجيب البارتيكولار سوليوشن اللي هو الواي بي زي ما هو كده ايه مكتوب قدامكم، ان اي معادله تفاضليه بتبدا الاول تمثل المعادله التفاضليه دي بدلاله الاوبريتور دي، على اساس ان الدي دي بتمثل التفاضل، وبالتالي الواحد على دي بتمثل التكامل. وكنا قسمنا الشكل بتاع الاف اوف اكس، الاف اوف اكس دي اللي هي الداله اللي مخليه المعادله التفاضليه تبقى نون هوموجينيوس، كنا قسمناها لخمسه كيسز. الخمسه كيسز دول هو اللي احنا هنعرف ازاي نطبق عليهم الاوبريتور، وهي دي الكيسز اللي انا هقدر اجيب بيها الواي بي باستخدام طريقه الاوبريتور. وبالتالي لو انا لقيت ان اف اوف اكس مش على ولا صوره من الخمس صور دول، اذا طريقه الاوبريتور انت مش هتعرف تطبقها، وبالتالي بقيت مجبر انك تستخدم طريقه الفاريشن اوف بارامترز. وكانت ميزه طريقه الفاريشن ان هي يعني ملهاش اشكال معينه تنفع واشكال تانية ما تنفعش، لا هي بتنفع في جميع المعادلات التفاضليه مهما كان الشكل بتاع اف اوف اكس. انما بالنسبه لطريقه الاوبريتور كان عندنا الخمسه كيسز، اللي هي اول كيس الكيس اللي مكتوبه قدامكم على الشمال خالص دي، لو كانت الداله اف اوف اكس على شكل اي تو ذا باور اي اكس، فازاي بنطبق عليها اي اوبريتور؟ بمنتهى البساطه الاكسبوننشال بيفضل زي ما هو، بس بستبدل كل دي وبحط مكانها اي، وبالتالي ال اوف دي اللي هي كانت عباره عن كثيره الحدود بدلاله الاوبريتور دي، تم استبدال كل دي فيها بايه فبقت ال اوف اي، والاكسبوننشال فضل زي ما هو. بس ساعات ان انا لما بستبدل كل دي وبحط مكانها ايه، بلاقي في النهايه ان المقام عندي اللي هو ال اوف اي ده، الاقي ان القيمه بتاعته بتكون بزيرو. وبالتالي في الحاله دي لما يطلع لك صفر في المقام، بنقول ان الحل انك تروح تستخدم كيس رقم خمسه. يبقى كيس رقم خمسه اللي الكيس اللي على اليمين خالص، هي دي الكيس اللي بتحل لي لو انا لقيت صفر في المقام اثناء الحل. والحقيقه انت مش هتوصل لاثناء الحل دي علشان تلاقي صفر في المقام، انت من الاول خالص بعد لما جبت الشكل بتاع الواي سي اف تقدر تحدد اذا كان في فعلا صفر في المقام هيظهر لك ولا لا. دي كنا قلناها في المحاضره اللي فاتت، ان انا لو لقيت ان الشكل بتاع اف اوف اكس اللي هو اي تو ذا باور اي اكس ده من ضمن الحاجات اللي ظهرت لي في الواي سي اف، يعني معناها ان الاي كان جذر من جذور الاوكسيلري ايكويشن، وبالتالي هكون متوقع ان انا لما اعوض مكان الدي بالاي هيطلع لي صفر في المقام. فما تستناش لحد انك تقول ان انا هطبق الاوبريتور بكيس رقم واحد واكتب المعادله بدلاله الاوبريتور واجي اعوض عن الدي بايه الاقي فعلا ان يطلع لي صفر في المقام، فاقول ان انا اروح اطبق كيس رقم خمسه. لا، مجرد ما بتلاقي الشكل بتاع اف اوف اكس ظهر من ضمن الترمات اللي ظهرت في الواي سي اف، ففي الحاله دي تروح تطبق على طول كيس رقم خمسه. بتطبق ازاي كيس رقم خمسه عشان تحل لي الحاله بتاعت الصفر اللي في المقام؟ هنشوفها في المسائل. الكيس الثانيه
ان انا لو لقيت اف اوف اكس عباره عن ساين او كوزاين. طبعا ساين او كوزاين لازم الزاويه اللي جواهم تبقى على شكل اي اكس، يعني ساين 5 اكس كوزاين 3 اكس. انما مثلا افرض ان شكل اف اوف اكس في المعادله التفاضليه الترم اللي مخليها نون هوموجينيوس، انا خليته لك عباره عن ساين والساين كان جواها اكس سكوير. فاحنا ما اتعلمناش ازاي ان احنا نطبق طريقه الاوبريتور لو كانت الزاويه اكس سكوير. احنا اللي بنعمله دلوقتي ساين اي اكس او كوزاين اي اكس، وبالتالي طريقه الاوبريتور هتقول لي ان هي ما تنفعش، وبالتالي بقيت مجبر ان انت تروح تطبق طريقه الفاريشن. طيب لو جت لي بقى ساين اي اكس او كوزاين اي اكس، بطبق ازاي عليهم اي اوبريتور؟ في الحاله دي بيتم استبدال كل دي سكوير ظهرت بحط مكانها ماينس اي سكوير، وده طبعا باين من التفاضل بتاع الساين او التفاضل بتاع الكوزاين، ان تفاضلين للساين او الكوزاين بلاقي ان الداله تاني رجعت زي ما هي، الساين ترجع تاني ساين والكوزاين ترجع تاني كوزاين، مع استبدال التفاضل التاني بالمعامل اللي جنب الاكس متربع بالنيجاتيف. فعشان كده بنستبدل دي سكوير بماينس اي سكوير. بس مع ذلك برضو ممكن في حاله الساين والكوزاين لما استبدل الدي سكوير واحط مكانها اي سكوير الاقي ان هيطلع لي صفر في المقام. فايه اللي هيحل لي حاله الصفر في المقام لو انا بطبق كيس رقم 2؟ برضو اني اروح اطبق كيس رقم 5. ده بيتم ازاي؟ هنشوفه في المسائل، بس ممكن ننوه كده عنه انك علشان تطبق كيس رقم 5 في حاله الساين والكوزاين لازم تخلي الداله اف اوف اكس يبقى فيها اكسبوننشال. فمن فين اقدر اخلي الساين والكوزاين يتحولوا ان هم يبقوا على شكل اكسبوننشال؟ بنستخدم حاجه اسمها اويلر فورمولا، كنا قلناها قبل كده وانت اكيد عارفها. اويلر فورمولا دي بتقول ان اي تو ذا باور اي، واي ده اللي هو الرقم الايماجينري، اي كميه دي نقدر نفكها على شكل كوزاين ثيتا بلس اي ساين ثيتا. يعني في الحقيقه في علاقه ما بين الساين والكوزاين والاكسبوننشال. طب ايه العلاقه دي؟ ان انا لو عندي مثلا كوزاين، الكوزاين تيتا دي هي عباره عن ايه؟ الكوزاين تيتا دي بنقول ان هي عباره عن الجزء الريل، هو الجزء الحقيقي اللي هو ما معهوش اي في اي تو ذا باور اي تيتا. فعشان كده بنكتب ان الكوزاين تيتا هي عباره عن الريل بارت، ار اي دي اختصار للريل بارت بتاع اي تو ذا باور اي تيتا. وبالتالي قدرت اهو اعبر عن الكوزاين بدلاله الاكسبوننشال، فتقدر في الحاله دي تروح تطبق الكيس رقم 5. بس في نهايه الحل خالص انت كده المساله عندك هيطلع فيها الايماجينري نمبر، لان عندك اي تو ذا باور اي تيتا. في النهايه خالص هتروح مختار الترمات الريل بس. ليه؟ لان انا بتكلم على الكوزاين، والكوزاين هي الجزء الريل. الكلام ده هيبان اكتر لما نيجي نحل عليه مسائل. انما لو كنت عايز اتكلم على الساين، فواضح من العلاقه اللي فوق اللي هي بتاعت اويلر دي ان الساين هي عباره عن الترم اللي ظهر لي جنبه اي في الفكه بتاعه اي تو ذا باور اي تيتا. فبنسمي ان ساين تيتا دي هي عباره عن الايماجينري بارت، وبنختصرها باي ام، دي اختصار ايماجينري بارت بتاع اي تو ذا باور اي تيتا. وبالتالي قدرنا نعبر عن الساين بدلاله الاكسبوننشال، فدي هيساعدنا ان احنا نروح من كيس رقم 2 نطبق كيس رقم 5. طبعا مش هحتاج دول غير لو انا هستنتج ان في صفر في المقام هيطلع لي لو مشيت بالطريقه التقليديه اللي هي الطريقه رقم 2. طب ده برضو انت هتستنتجه ازاي؟ انك تلاقي ان الساين او الكوزاين اللي ظاهرين لك اللي هو اف اوف اكس هم اوريدي طلعوا لي كترمات من ضمن الترمات اللي ظهرت في الواي سي اف. الكلام ده هيبان اكتر لما نيجي نحل امثله. طيب الكيس الثالثه لو كان معاك شاين وكوشاين، وانت ممكن تكنسل على فكره الكيس الثالثه دي خالص، لان اي شاين واي كوشاين ينفع نحولهم بدلاله الاكسبوننشال. ومع ذلك لو انت عايز تتعامل معاها على ان هي شاين او كوشاين، فالشاين والكوشاين الخاصيه بتاعتهم ان التفاضل الثاني بتاعهم بيرجع تاني زي ما هم، بس بيطلع لي طبعا المعامل بتاع الحاجه اللي جواهم اللي هو الاي يعني مرتين بره. فده سبب ان احنا بنروح مستبدلين الدي سكويرد وبنحط مكانها اي سكويرد. شبه قوي الساين والكوزاين، بس مفيش النيجاتيف بتاعت الساين والكوزاين دي. الكيس الرابعه اللي هي الكيس بتاعت البولينوميال كثيره الحدود، لو كانت الداله اف اوف اكس اللي هي مخليه لي معادله نون هوموجينيوس على شكل كثيره حدود، معادله درجه اولى، معادله درجه ثانيه، معادله درجه ثالثه. بس خلي بالك ان احنا نقصد بمعنى كثيره حدود، كثيره حدود يعني معناها عباره عن مونوميالز، يعني ترمات مثلا خمسه في اكس تو ذا باور
و7 في اكس تو ذا باور و9 في اكس تو ذا باور، ولازم الباورز بتاعت الاكس تبقى بوزيتيف انتجرز. لازم الباورز اللي موجوده عندي على الاكس عشان اقول ان دي فعلا بولينوميال لازم تكون اعداد صحيحه موجبه. يعني ايه؟ يعني لو بالنيجاتيف ما نسميهاش بولينوميال، لو الباور كان اعداد كسريه ما نسميهاش بولينوميال. يعني مثلا لو طلعت لي الداله اف اوف اكس عباره عن 1 على اكس، كان معايا معادله تفاضليه زي المعادله التفاضليه اللي مكتوبه فوق دي خالص، ولقيت ان الطرف اليمين فيها اللي هو اف اوف اكس بيساوي 1 على اكس، فهي كده نون هوموجينيوس. هل تقدر تقول لي طب ما الواحد على اكس ده هو اكس تو ذا باور ماينس 1 وبالتالي هي بولينوميال فطبق عليها الكيس رقم 4؟ لا غلط، لان بولينوميال التعريف بتاعها في الرياضه ان لازم الباورز اللي تكون موجوده على الاكس لازم تكون بوزيتيف وانتجرز، يعني لازم تكون اعداد صحيحه رقم كامل 1 او 2 او 3 او 4 او 5 وبوزيتيف كمان. فبما ان الباور اللي عندك هنا هو اكس تو ذا باور ماينس 1 يبقى دي مش هقدر اعتبرها ان هي بولينوميال. هتقول لي طب والحل ايه؟ هقول لك خلاص يبقى طريقه الاوبريتور مش هينفع تطبقها، فهتروح للطريقه الاقوى منها، الطريقه البديله بتاعتها اللي هي طريقه الفاريشن. ونفس الكلام مثلا افرض ان انت اف اوف اكس كانت طلعت لك عباره عن اكس جذر اكس. لو طلعت لي اف اوف اكس عباره عن اكس جذر اكس، يعني لو جمعتهم مع بعض كده هتبقى اكس تو ذا باور 1.5. اهو 1.5 ده ما اقدرش اعتبر ان دي بولينوميال، ما اقدرش اعتبرها ان هي كيس رقم 4، وبالتالي برضو هتضطر انك تروح تطبق طريقه الفاريشن. يبقى نقصد بكيس رقم 4 ان اف اوف اكس دي تطلع لك بولينوميال، معناها ان انا لازم يطلع لي الباورز اللي على الاكس اعداد صحيحه موجبه بوزيتيف وانتجرز، اعداد صحيحه وبوزيتيف. تمام؟ في حاله البولينوميال، البولينوميال فيها خاصيه غير بقيه الدوال، ايه هي؟ ان دايما في تفاضل معين بيوصلها لي ان هي تبقى صفر بالتفاضلات الاعلى كمان. يعني مثلا لو معاك كثيره حدود بولينوميال من الدرجه الخامسه، يعني اكس تو ذا باور 5 بلس مش عارف ايه، في الحاله دي توقع ان بدايه من التفاضل السادس فيما بعد البولينوميال دي هتبقى بزيرو. لو فضلتها 6 مرات او 7 مرات او 8 مرات فيما فوق هتبقى بزيرو. عشان كده بنروح فاكين الاوبريتور اللي هو بدلاله الدي باستخدام الجيومتريك سيريس، ان احنا في عندنا علاقه اللي هي بقى العلاقه دي بتقول ان 1 على 1 بلس دي بتساوي 1 ماينس دي بلس دي سكويرد ماينس دي كيوب وهكذا. هتقول لي وهكذا دي انا هفضل مكمل لحد الانفينيتي؟ لا، لان طالما ان انت عندك بولينوميال، لو مثلا البولينوميال بتاعتك كانت كثيره حدود من الدرجه الخامسه، يبقى يكفي قوي انك توصل للتفاضل الخامس، لان بدايه من التفاضل السادس فيما بعد ملوش لازمه ان انا اذكره اصلا لانه هيصفر كثيره الحدود. العلاقه اللي انا مبروزها لك دي اللي هي بتاعه الجيومتريك سيريس، الحقيقه هي مش لازم تتحفظ كده بس. انا كنت قلت لك في المحاضره اللي فاتت ان انت ممكن لما تيجي تقراها تقول تقراها ازاي، ان هي 1 على 1 بلس اي حاجه، 1 على 1 بلس اي حاجه اقدر افكها ان هي تبقى 1 ماينس الحاجه دي بلس نفس الحاجه دي سكويرد ماينس نفس الحاجه دي باور 3 وهكذا لحد طبعا الانفينيتي. ولو استبدلنا الاشاره اللي ما بين الواحد والدي بماينس، فالاشارات كلها اللي ناحيه اليمين هتبقى بوزيتيف. اهم حاجه بس يا باشمهندسين لما تيجي تطبق الجيومتريك سيريز دي مع استبدال الدي اللي هو الترم ده باي حاجه، دايما خلي الدي ده الحاجه اللي هتحط مكان الدي ما يبقاش فيها كونستنت. يعني هفهمك طبعا الحته دي، حطها بس كده دلوقتي في دماغك، ان لازم الحاجه اللي تحل محل الدي ما يبقاش فيها كونستنت. ايه بقى معنى الكلام ده؟ هنشوفه لما نيجي نحل الامثله. اخر كيس اللي هي كيس رقم 5، ان انا لو طلعت لي الداله اف اوف اكس كانت عباره عن حاصل ضرب حاجتين بس لازم واحده منهم تكون اكسبوننشال. يعني ظهر لي اي تو ذا باور اي اكس مضروبه في جي اوف اكس، وجي اوف اكس دي هي اي شكل من الاشكال الاربعه اللي قبلها. في الحاله دي اقدر استثني الاي تو ذا باور اي اكس من تطبيق الاوبريتور عليها، يعني اقدر كده اطلع اي تو ذا باور اي اكس دي بره وما اطبقش عليها الاوبريتور. والاوبريتور يتطبق على الداله اللي جنبها بس اللي هو جي اوف اكس، بس انهي بقى اوبريتور هو اللي يتطبق؟ نفس الاوبريتور اللي كان معايا اللي هو ال اوف دي، بس بعد لما استبدل كل دي واحط مكانها دي بلس اي، والاي ده هو المعامل بتاع الاكس اللي في الباور بتاع الاكسبوننشال.
تمام؟ الكلام ده هيبان اكتر برضو ايه في الامثله. خلي بالك كده ان كيس رقم 5 الحقيقه بتنفعني في حالتين، ان فعلا اف اوف اكس الجيني عباره عن اكسبوننشال في حاجه، دي كده اول كيس لازم هتستخدم فيها كيس رقم 5. والكيس الثانيه ان انا اصلا اكون في الحاله الاولى او الثانيه او الثالثه والاقي ان بيطلع لي صفر في المقام، فدايما اللي هيحل لي مشكله صفر في المقام دي هي اني اروح اطبق كيس رقم 5. طيب من غير بقى كلام كتير كده تعالوا نشوف اول مثال. اهو اول مساله مثلا معاك معادله تفاضليه، انا بس للتبسيط يعني انا كاتب لك المعادله التفاضليه على طول بدلاله الاوبريتور. معايا معادله تفاضليه عباره عن دي سكوير بلس 2 دي بلس 1 واي ايكوال 2 اي تو ذا باور 3 اكس، وليكن يعني ان كانت المعادله التفاضليه دي عباره عن واي دبل داش زائد 2 واي داش زائد واي بتساوي 2 اي تو ذا باور 3 اكس، وانا رحت معبر عنها بدلاله الاوبريتور فظهرت في الصوره اللي هو كاتبها لي عليها على طول. طيب دلوقتي اول حاجه هتعملها ان احنا هنستنتج ان المعادله التفاضليه دي هي سكند اوردر، هي كونستانت كوفيشنت، هي لينير، هي هوموجينيوس، وبالتالي نقدر نقول ان الجنرال سوليوشن بتاعها هيبقى عباره عن واي سي اف بلس واي بي اي. هجيب الواي سي اف عن طريق اني استنتج الاوكسيلري ايكويشن. الاوكسيلري ايكويشن هي نفس المعادله بالملي بتاعه الاوبريتور بس بعد استبدال كل دي بام، لان لو تفتكروا في الاوكسيلري ايكويشن كنا بنستبدل كل تفاضل بام، فالاوكسيلري ايكويشن بقت ام سكويرد بلس 2 ام بلس 1. دي تقدر تعمل لها تكتبها يعني على شكل ام بلس 1 الكل سكويرد، لان الديسكريمينانت بتاعها المميز بتاعها بزيرو، وبالتالي هتطلع لك جذرين متكررين، اول جذر بماينس 1 والجذر الثاني برضه بماينس 1. الجذر الاولاني اللي هو بماينس 1 ده يخليني اكتب ان في حل من ضمن الحلول هو e تو ذا باور ماينس اكس، والجذر الثاني يخليني اكتب ان في حل من ضمن الحلول اسمه e تو ذا باور ماينس اكس برضه. هضرب الاولاني في كونستانت واضرب الثاني في كونستانت ونجمعهم على بعض، بس عشان نفرق قلنا ما بين الحلول المتكرره، كنا في طريقه الاوكسيلري كنا قلنا ان اللي بيفرق لي ما بين الحلول المتكرره هو ان انا بفرق ما بينهم عن طريق الضرب في اكس، فهتضطر انك تضرب الثانيه دي في اكس، ولو عايز تتشيك فعلا هتلاقي ان ده في النهايه حل. اقدر اتاكد فعلا ان e تو ذا باور ماينس اكس لوحدها لو عوضت بيها في المعادله التفاضليه هتطلع لي زيرو، هتطلع لي زيرو لان هي حل للهوموجينيوس. وبرده اكس e تو ذا باور ماينس اكس لو عوضت بيها في المعادله التفاضليه برده هتطلع لي زيرو، وبالتالي نقول ان ده كده هو الشكل بتاع الواي سي اف اللي هو حل للمعادله التفاضليه بس بعد لما خليناها هوموجينيوس. يبقى ده يخليك تستنتج اهو ان الواي سي اف هتبقى سي 1 e تو ذا باور ماينس اكس زائد سي 2 اكس e تو ذا باور ماينس اكس، بس انا اخدت e تو ذا باور ماينس اكس عامل مشترك. طيب فاضل بقى الواي سي اف ما فيهاش مشكله خالص باينه يعني. تعالى بقى دلوقتي نستنتج الواي بي اي. علشان اجيب الواي بي اي طبعا من حقك هنا انك تقول لي ان انا اطبق طريقه الفاريشن، صح مليون في الميه، بس طالما انك ممكن تطبق الاوبريتور فعاده الاوبريتور بيكون اسهل من الفاريشن. غير بقى لو انت ما ينفعش انك تطبق الاوبريتور، يعني انت مش في ولا كيس من الكيس الخمسه دول، فهتضطر انك تطبق طريقه الفاريشن. طب هنا هنطبق طريقه الاوبريتور، او طريقه الاوبريتور ان انا من المعادله دي عايز اجيب الواي اللي لوحدها دي، فهقسم على الاوبريتور اللي جنبها، او يعني بمعنى ادق ان انا هطبق معكوس الاوبريتور اللي جنبها، فاقدر اقول ان الواي بي اي اللي هو البارتيكولار سوليوشن هو ان الاوبريتور اللي جنب الواي ده هطبق معكوسه اللي هو واحد عليه على 2 اي تو ذا باور 3 اكس. طبعا اي كونستانت يظهر لك زي الاثنين دي تقدر تطلعها بره، لان في النهايه الاوبريتور ده هو يا اما بيتمثل بشويه تفاضلات يا اما بيتمثل بشويه تكاملات، واحنا عارفين ان التفاضلات او التكاملات ينفع ان انا اوزعهم على الجمع والطرح. يعني انا لو كان عندي e تو ذا باور 2 e تو ذا باور 3 اكس دي بلس مش عارف حاجه ماينس حاجه ثانيه بلس حاجه ثالثه، فاقدر اوزع الاوبريتور على البلس والماينس، لان ده مسموح لي في التفاضلات ومسموح لي في التكاملات، فهيكون مسموح لي على اي اوبريتور. زائد كمان ان في التفاضلات او في التكاملات انا اي كونستانت موجود جوه اقدر اطلعه بره، يبقى الاثنين اللي جنب الاكسبوننشال دي اقدر اطلعها بره واستبعدها من تطبيق الاوبريتور، وبالتالي الاوبريتور يتطبق على e تو ذا باور 3 اكس. بس ده يقول لي كده ان انا في كيس رقم واحد،
وقيس رقم واحد بمنتهى البساطة بتقول إن تطبيق الأوبريتور على الإكسبوننشال معناه إن أنا بستبدل كل دي بإيه؟ طب والإيه بتاعتي هنا بكام؟ بتلاتة. يبقى كل اللي أنا هعمله إني أستبدل الدي وأحط مكانها تلاتة. يبقى الاتنين طلعت بره وكل دي شلتها وحطيت مكانها تلاتة، فبقت 3 سكويرد زائد 2 في 3 زائد 1 اللي هي في النهاية طلعت ب 16، وفي 2 فوق فتكنسلوا مع بعض فتفضلي في المقام 8، والاكسبوننشال اهو فضل زي ما هو. هتروح واخد دي حاططها هنا بقت هي الواي بي اي، وكده يبقى حضرتك وصلت للجنرال سوليوشن وخلاص المسألة خلصت عليك. اهو يبقى ده كده هو الجنرال سوليوشن. وبالتالي بقى لو انا كنت مدي لك هنا انيشال كونديشن بقول لك مثلا ان انا عايز y of 0 مش عارف مثلا تساوي 7، وعايز y داش of 0 تساوي ماينس 2، فتقدر تستخدم الاثنين اربيتري الاثنين انيشال كونديشنز دول عشان تطلع الاربيتري كونستانتس اللي هي سي 1 وسي 2. هتعوض هنا عن كل x ب 0 واللي يطلع لك تساويه ب 7، فهتقدر تطلع قيمه سي 1 بكام. هتفاضل الشكل ده وتعوض عن كل x بزيرو وتساوي اللي هيطلع لك بماينس 2، فهتقدر تطلع c 2 بكام. تمام؟ فأي initial conditions بديها لك بتطبقها مش على ال YCF لوحدها ولا على ال YPI لوحدها، ولكن بطبقها على مجموعهم هما الاثنين اللي هو الـ General Solution. في أي سؤال يا جماعة؟ طيب لو شفنا مسألة تانية، أنا بقى بكتب لك المسائل الحقيقة بدلالة الأوبريتور على طول علشان ننجز، يعني عشان أفهمك الأوبريتور بيتطبق إزاي. عندك معادلة تفاضلية بالشكل ده. واضح هنا طبعًا إن برضو هي نون هوموجينيوس. وبالتالي الجنرال سوليوشن هيتكون من الواي سي إف وواي بي أي. الأوكسيلاري إيكويشن هي نفس الأوبريتور اللي ظهر لي بس بعد لما سويته بزيرو. وطبعا واضح ان m ماينس 4 تو ذا باور 3 ايكوال 0، يبقى معناها ان المعادله دي هيطلع لها ثلاث حلول. الجذر الاول هو نفس الجذر الثاني هو نفس الجذر الثالث، الجذور متكرره وهما الثلاثه بيساووا 4، وبالتالي هيبقى الحل الاولاني e تو ذا باور 4 اكس، والثاني تكرار ليه، والثالث تكرار ليهم. علشان افرق ما بينهم بفرق عن طريق الضرب في اكس، فالاولاني سبته زي ما هو، الثاني ضربته في اكسايه واحده، الثالث ضربته في كمان اكسايه فبقت اكس سكويرد، وكل واحد اربيتري كونستانت. عدد الاربيتري كونستانت اللي ظهر لي هنا هم ثلاثه، لان الاوردر بتاع الديفرنشال ايكويشن فعلا بثلاثه، لاني لو فكيت الاوبريتور ده هيطلع لي ان الواي فعلا متفاضله ثلاث مرات. تمام؟ فخلاص ده كده الشكل بتاع الواي سي اف. لما تيجي تبص على الشكل اللي مخلي المعادله نون هوموجينيوس اللي هي الداله اللي في الطرف اليمين، هتلاحظ ان هي كلها عباره عن اكسبوننشلز، فتقدر تقول ان طريقه الاوبريتور ينفع ان هي تتطبق هنا. خلي بالك ان لو في مثلا الاكسبوننشال الثاني اللي هو e تو ذا باور ماينس اكس ده، لو ما كانش e تو ذا باور ماينس اكس وكان e تو ذا باور ماينس اكس سكوير او e تو ذا باور ماينس جذر اكس، يبقى في الحالة دي ما بقتش على الشكل بتاع كيس رقم واحد، وبالتالي طريقة الأوبريتور مش هينفع تتطبق، فبقيت مجبر هنا إن أنا أطبق طريقة الفاريشن أوف بارامترز. يبقى في أشكال محددة بس هي اللي بنقول عليها تنفع لها طريقة الأوبريتور. هتلاحظ هنا إن الشكل بتاع الترم الأولاني إكسبوننشال والشكل بتاع الترم الثاني هما الاتنين كيس رقم واحد، فواضح إن أنا هنا هطبق كيس رقم واحد، وبرضه في الإكسبوننشال الأولاني برضه هطبق كيس رقم واحد. بس ما تستعجلش انك تقول على الـ e to the power 4 x انك تطبق لها كيس رقم واحد، لانك هتلاقيها ظهرت كترم من ضمن الترمات اللي في الـ YCF. فتوقع ان تطبيق كيس رقم واحد التطبيق الطبيعي بتاعه هيطلع لي صفر في المقام، فاكيد دي هروح احلها بكيس رقم 5. في اي حد مش فاهم اي حاجه من اللي انا قلتها؟ يبقى اكيد الترم الاولاني ده هيتطبق له كيس رقم 5، لان الطريقه التقليديه بتاعته ان انا استبدل كل دي واحط مكانها 4 هيطلع لي صفر في المقام، ومتهيألي واضح قوي يعني من شكل الاوبريتور. انما الاكسبوننشال الثاني ده سهل ان انا اشيل كل دي واحط مكانها ماينس 1، مش هيطلع لي صفر في المقام، لان اي تو ذا باور ماينس اكس دي مش من ضمن الترمات اللي ظهرت في الواي سي اف. فتطبيق كيس رقم واحد عليها مش هيبقى فيه مشكله،
مش هضطر ان انا اروح اطبق كيس رقم 5. تمام؟ فعشان كده ممكن المساله لو انا جايب لك ترمات مختلفه في الاف او اكس تقدر تطبق كيسز مختلفه في نفس المساله. في حاجه مش واضحه يا جماعه؟ حد بس ياكد لي ان كله تمام بس عشان يعني اتاكد بس ان انتوا سامعيني اصلا. تمام يا دكتور. طيب اوكي. طب دلوقتي بقى لما نيجي نقول واي بي اي اطبق معكوس الاوبريتور اللي هو دي ماينس 4 تو ذا باور 3 ده على الدالتين اللي معايا. زي ما قلنا اي اوبريتور ينفع ان انا اقسمه اطبقه على الاول وهطبقه على الثاني والكونستنتس اللي موجوده جنبهم اطلعها بره. نفس الخطوات اللي احنا مسموح لنا ان احنا نعملها في التفاضلات وفي التكاملات نقدر نعملها على اي اوبريتور. فوزعتهم هم وطلعت الكونستنتس بره. بالنسبه للاوبريتور الثاني اللي هو التيرم الثاني ده ما فيهوش اي مشكله. الاثنين دي هتفضل زي ما هي. هستبدل كل دي واحط مكانها A اللي هو المعامل بتاع الاكس اللي هو بماينس 1 فهيطلع لك ماينس 1 ماينس 4 يعني ماينس 5 باور 3 دي 3 والاكسبوننشال يفضل زي ما هو. بس كده ده بالنسبه للاوبريتور الثاني كده خلاص انا خلصت منه. يعني ماينس 2 على 125 اللي هي 5 باور 3 في اي تو ذا باور ماينس اكس وده كده بالنسبه للترم الثاني. انما انا ما ينفعش اطبق نفس الكلام على الترم الاول لانك لو عملت كده هيطلع لك صفر في المقام وده انا استنتجته من الاول لان الترم ده ظهر من ضمن الترمات اللي في الواي سي اف فاكيد قيمه الايه؟ صفر من ضمن اصفار الاوكسيلري ايكويشن فاكيد لو اتعوض بيها مكان الدي هتطلع لي زيرو. ففي الحاله دي بنعمل ايه؟ بنطبق كيس رقم 5. طب بس كيس رقم 5 دي علشان اطبقها لازم الحاجه اللي الاوبريتور يكون داخل عليها تبقى عباره عن اكسبوننشال في حاجه. انا عندي اكسبوننشال بس. فهعتبر ان الاكسبوننشال ده هو اكسبوننشال في واحد. صح؟ هعتبر ان اي تو ذا باور 4 اكس دي كانها اي تو ذا باور 4 اكس مضروبه في واحد. وكان الواحد بتاعي ده هو الجي اوف اكس. دلوقتي بقى من حقك انك لما تيجي تطبق كيس رقم 5 الاي تو ذا باور 4 اكس تروح مطلعها بره الاوبريتور اصلا يعني ما تطبقش عليها الاوبريتور وتطبق الاوبريتور على الواحد ده اللي هو جي اوف اكس بس بعد لما استبدل كل دي واحط مكانها دي بلس دي. تعالى بقى نعمل كده الكلام ده. اهو بصوا بقى كده يا باشمهندسين بالنسبه للترم الثاني ده ما فيهوش اي مشكله. او استبدلت الدي وحطيت مكانها ماينس واحد وانا مطمن ان مش هيطلع لي صفر في المقام. بالنسبه للترم الاولاني هو ده اللي هيحصل فيه مشكله. الخمسه اللي بره خليتها زي ما هي. واي تو ذا باور 4 اكس اعتبرتها اي تو ذا باور 4 اكس في واحد علشان اطبق كيس رقم 5. الواحد ده هو جي اوف اكس بتاعتي. طيب كيس رقم 5 بتقول لك انك تطلع اي تو ذا باور اي اكس بره فهو طلعت e to the power 4 x بره والاوبريتور هيتطبق على جي او اكس بس جي او اكس دي اللي هي الواحد بس مش نفس الاوبريتور هو اللي هيتطبق لا الاوبريتور اللي هيتطبق هو نفس الاوبريتور اللي كان معاك اللي هو دي ماينس 4 باور 3 بعد لما تستبدل كل دي هي على شكل دي ماينس 4 باور 3 بعد لما استبدل كل دي واحط مكانها دي بلس اي والاي بتاعتي هنا بكام؟ اللي هي المعامل بتاع الاكس اللي في الاكسبوننشال اللي انا شغال عليه باربعه. يبقى الدي هشيلها واحط مكانها دي بلس اربعه وبعد كده كل ده باور ثلاثه. فدي بلس اربعه ماينس اربعه يعني دي باور ثلاثه. فعشان كده اللي ظهر لي ان انا هطبق اوبريتور واحد على دي باور ثلاثه ده يتطبق على الواحد. الحقيقه بقى دلوقتي الاوبريتور ده اتعامل معاه ازاي؟ ممكن تعتبر ان الواحد ده الكيس بتاعه البولينوميال وهو فعلا الواحد ده ممكن اعتبره الكيس بتاعه البولينوميال صح او الاوقع ان واحد على دي باور 3 واحد على دي باور 3 اعتبرها ان هي الواحد على دي طبعا تكامل الواحد على دي تكامل فواحد على دي باور 3 يبقى كاني هكامل ثلاث مرات لان انا لما يطلع لي دي باور حاجه على طول فدي هتترجم ان هي تفاضل لو هيطلع لي واحد على دي وباور حاجه برضو يبقى دي هتترجم ان هي تكامل كذا مره. فواحد على دي باور 3 يعني معناها ان انا هكامل ثلاث مرات الواحد.
الواحد اول تكامل يطلع لي اكس، ثاني تكامل يطلع لي اكس سكوارد على الاثنين، ثالث تكامل يطلع لي اكس تو ذا باور 3 على الثلاثة وفي 2 تحت بتبقى اكس تو ذا باور 3 على 6. عشان كده لما نيجي نعمل الجزء ده بصوا ال 5 اي تو ذا باور 4 اكس دي فضلت زي ما هي، والواحد ده كملته ثلاث مرات طلع لي اكس تو ذا باور 3 على 6، والترم اللي جنبهم ده بس حسبته فبقت 2 على 125 اي تو ذا باور ماينس اكس. وده كده خلاص يبقى هو الشكل بتاع واي بي اي تجمعه على الواي سي اف مجموعهم هما الاثنين يبقى الجنرال سوليوشن. يعني اكيد يا جورج انت عايز تسال ان واحد على دي باور 3 لما تطبق على الواحد ليه دي ما اعتبرهاش ان هي كيس رقم واحد، واعتبر ان الواحد ده هو اي تو ذا باور 0. والحقيقه مش هينفع انك تعمل كده، لانك لو عملت كده جورج انا ما سمعتش بتقول ايه. هو انا كنت عايز اسال، هو احنا ما حطيناش كونستانت هنا؟ يعني الكونستانت المفروض لما تتحط هنطبق عليها اكس لما بنكمل مره كمان، فده عادي ولا ايه؟ انا احنا اتفقنا ان انت في الواي بي اي اي تكاملات تظهر لك ما تحطش ليها كونستانت، عشان احنا خلاص كده مكتفيين بالثوابت الاختياريه اللي ظهرت لنا، تمام؟ ومع ذلك لو انت عملت كده، يعني مثلا لو طلع لي واحد على دي باور 3 في الواحد، وخلي بالك ان هي مضروبه في اي تو ذا باور 4 اكس، لو قلت ان اول تكامل هيطلع لي اكس بعد كده بلس سي، تاني تكامل هيطلع لي اكس سكوارد، تاني تكامل هيطلع لي اكس سكوارد على الاثنين وسي 1 اكس بلس سي 2، تالت تكامل هيبقى اكس تو ذا باور 6 اكس تو ذا باور اسف 3 على 6، وده اكس سكوارد على الاثنين، وده اكس زائد سي 3. وخلي بالك ان كل دول مضروبين بره في اي تو ذا باور 4 اكس، فلما تستخدم الشكل ده كله يبقى هو الواي بي اي، هتلاحظ ان الكونستانتس اللي معاك لما تتضرب في اي تو ذا باور 4 اكس لما هتتحط مع الواي سي اف هتدخل مع الاربيتري كونستانتس كده كده اللي معاك. يعني السي 3 ده مع اي تو ذا باور 4 اكس هيتجمع على السي 1 اللي هنا مع اي تو ذا باور 4 اكس فيتسموا سي كابيتال مثلا، والسي 2 مع السي 2، والسي 1 مع السي 3، فكده كده في النهايه ملهاش فايده. فعشان كده حط في دماغك دايما ان في اي طريقه بنطبقها لايجاد الواي بي ملهاش اي لازمه. لو انت حطيت كونستانتس مش غلط، بس في النهايه هتلاقي ان هي ملهاش لازمه ان انا احط ثوابت اختياريه في التكاملات اللي انا بعملها، حتى لو كان التكامل ده ناتج عن اوبريتور. جاوبت كده على سؤالك؟ تمام، شكرا حضرتك. تمام، محمود اسال. لو سمحت يا دكتور، انت حضرتك طبقت الكيس 1 في جزء في اللي هو 2 اكس ماينس اكس اس ماينس اكس، والكيس 5 في الناحيه في 5 اكس، يعني طبقت 2 كيسز مع بعض كويشن واحده. تمام، ده اللي انا كنت قلته. انت ممكن تطبق اكتر من كيس في نفس المساله. افرض ان المساله، افرض مثلا ان شكل اف اوف اكس انا جايبه لك عباره عن اي تو ذا باور اكس زائد ساين 3 اكس، ده شكل اف اوف اكس لوحدها ساين 3 اكس زائد اكس سكوارد زائد كوشاين 7 اكس، ده شكل اف اوف اكس اللي انا جايبه لك في المساله. يبقى الاوبريتور لما يدخل عليها، الاوبريتور اللي انت عايز تطبقه عليها هيتقسم لاربعه اوبريتورز. الاوبريتور مره يتطبق على الاكسبوننشال، مره يتطبق على الساين، مره يتطبق على الاكس سكوارد، مره يتطبق على الكوشاين. وانت بتطبقه على الاكسبوننشال هتستخدم كيس واحد، وانت بتطبقه على الساين هتستخدم كيس اثنين، كل ده في نفس المساله في نفس اف او اكس. وانا بطبقه على الاكس سكوارد استخدم كيس اربعه اللي هي بتاعت البولينوميال، وانا بطبقه على الكوشاين استخدم كيس ثلاثه. فممكن في نفس المساله احتاج ان انا اطبق اكتر من كيس هي في نفس المساله، لاني بقسم الاوبريتور على الترمات المختلفه. فلما جيت انا دخلت الاوبريتور على اول اكسبوننشال لقيت ان احنا محتاجين ان احنا نطبق له كيس خمسه. لما جيت ادخل الاوبريتور على تاني اكسبوننشال لقيت ان ده يتحل بالكيس العاديه اللي هي كيس رقم واحد، فمره طبقت كيس واحد ومره طبقت كيس رقم خمسه. تمام؟ تمام، شكرا يا دكتور. نعم. طيب مساله ثانيه، في بس اي حد عنده اي سؤال في المثال اللي فات؟ لو في اي حاجه مش واضحه اساله، حتى لو انت يعني لو انت مستهيف يعني سوري السؤال بتاعك اساله برضه، ممكن يكون انت حاسس ان السؤال يعني
سؤال يعني ما يصحش ان انت تساله، بس ممكن يكون السؤال فعلا فيه فكره هتوضح لناس كتير قوي هم مكسوفين ان هم يسالوا. لو عندك اي سؤال حتى لو كان السؤال هاي خالص اسال برضه. دكتور حضرتك كنت بتقول يعني ليه مش هينفع نعتبر ال1 ده ايكوال زيرو، بتكمل كلامك بس جورج كان سال. تمام، احنا كان عندنا واحد اللي هي في المثال اللي فات واحد على دي باور 3 وكنا عايزين نطبقه على الواحد. الواحد ده انت لو اعتبرته هتقول طب ليه بعتبر الواحد ده مثلا بولينوميال، ليه ما اعتبرش الواحد ده ان هو اي تو ذا باور 0؟ فممكن اعتبر ان الواحد ده اي تو ذا باور 0 اكس. هقول لك انك ما ينفعش اصلا هنا انك تطبق كيس رقم واحد، ولا كمان هينفع انك تطبق كيس رقم 5، لانك انك تستبدل الدي وتحط مكانها 0 هيطلع لك واحد على 0 فهيطلع لك صفر في المقام. فهتقول لي طب خلاص اروح اطبق كيس رقم 5، هقول لك طب خلاص طلع اعتبر الاكسبوننشال ده ان هو اكسبوننشال في واحد وطلع الاكسبوننشال بره واستبدل كل دي بدي بلس 0، يعني مش هتغير اي حاجه، فهترجع تاني تطبق نفس الاوبريتور ده على الواحد. فهي كان المساله بتقول لك هي ملهاش حل غير ان انت تكامل الواحد ده ثلاث مرات، واحد على دي باور 3 ده انك تكاملها ثلاث مرات. انما لو كان عندك مثلا واحد على دي بلس 4 تو ذا باور 3 وده احنا عايزين نطبقه على الواحد، يعني لو ظهر لي في مساله ما مثلا ظهر لي اوبريتور بالشكل ده واحد على دي بلس 4 تو ذا باور 3 وعايز اطبقه على الواحد، ده هيبقى عباره عن ايه؟ هنا مش هقدر اقول لك كامل ثلاث مرات، لان عشان اكامل ثلاث مرات لازم تكون واحد على دي بس، واحد على دي بس باور 3. انما البلس 4 دي هي اللي خلت الاوبريتور اللي معايا ما يتمثلش بتكامل. امال بقى هنا نعمل ايه؟ هنا عندك طريقتين، يا اما انك تعتبر ان الواحد اللي جوه ده هو بولينوميال فاعملها بالكيس رقم 4 عن طريق اني استخدم الفكه بتاعه الجيومتريك سيريس، تمام، ده حل. او الحاله الثانيه الاسهل اني اعتبر فعلا ان الواحد ده هو عباره عن e to the power 0 اكس واتعامل بيها بكيس رقم 1. هل هنا في مشكله في كيس رقم 1؟ لا خالص، ان e to the power 0 اكس ده انت هتطلعه بره فهيبقى e to the power 0 اكس، صح، وتستبدل كل دي وتحط مكانها الاي بتاعتنا هنا بكام؟ بزيرو. فلما استبدل كل دي واحط مكانها زيرو النتيجه هتبقى 1 على 0 بلس 4 تو ذا باور 3، يعني 1 على 64 اللي هي 4 باور 3، والواحد اللي هو اي تو ذا باور 0 ينزل زي ما هو. يبقى الاوبريتور ده لما يطبق على الواحد طلع لي 1 على 64. هي طبعا نفس النتيجه اللي انت كنت هتوصل لها لو كنت طبقت طريقه البولينوميال. حد مش فاهم ايه الفرق ما بين اللي مكتوب يمين واللي مكتوب شمال؟ واحد تمام، واحد على دي باور 3 دي اقدر اقول ان هي كامل ثلاث مرات، تكامل صريح ثلاث مرات للداله اللي معاك. انما لما تقول لي واحد على دي بلس 4 تو ذا باور 3 دي ما تترجمش لتكامل، يبقى انت لازم تشوف هي الداله اللي داخله عليها هي كيس رقم 1 ولا 2. طب هي لو كانت الداله بسيطه، الداله بواحد بس، يا اما تعتبر ان الواحد ده بولينوميال يعني اكس باور 0 وبالتالي تبقى كيس رقم 4، يا اما اعتبر ان الواحد ده اكسبوننشال يعني كيس رقم 1 وتبقى اي تو ذا باور 0 اكس. ودي سهله ودي سهله، بس طبعا اكسبوننشال واضح ان هو اسهل. طيب تعالوا كده نبص دلوقتي على المساله اللي معانا اللي هي المساله دي. اتاكد الثانيه يا جماعه لو في حاجه مش واضحه لو سمحتوا اسالوا. واي دبل داش ماينس 4 واي داش ماينس 5 واي بتساوي اي تو ذا باور 2 اكس بلس 3 كوزاين 4 اكس. طبعا المساله مش مكتوبه بدلاله الاوبريتور، حضرتك هتكتبها بدلاله الاوبريتور، وبعد لما تكتبها بدلاله الاوبريتور الاول هتجيب الاوكسيلري ايكويشن. الاوكسيلري ايكويشن تستبدل لي كل تفاضل بام بعد لما تكنسل الطرف اليمين ده وتعتبره زيرو، عشان احنا بنوصل للواي سي اف اللي هو حل للهوموجينيوس. فالاوكسيلري ايكويشن ده شكلها، هتلاحظ ان الاوكسيلري ايكويشن بتعرف دي تعمل لها فاكتورايزيشن، حلها بالكالكوليتور، حلها بالقانون العام بالكوادراتيك فورمولا، هيطلع لها جذرين ماينس 1 و5، تمام؟ الماينس 1 هيطلع لك سي 1 اي تو ذا باور ماينس اكس، وال5 هتطلع لك سي 2 اي تو ذا باور 5 اكس. هتلاحظ ان شكل اف اوف اكس اللي هو اللي انا شاطب عليه ده، شكل اف اوف اكس هو فيه اكسبوننشال، بس الحمد لله الاكسبوننشال اللي ظهر لي فيه اللي هو اي تو ذا باور 2 اكس ده
مش من ضمن الاكسبوننشلز اللي ظهرت لي في الواي سي اف، وبالتالي هكون متوقع ان الاكسبوننشل ده تطبيق كيس رقم واحد عليه هيتم من غير اي مشاكل، من غير ما يطلع لي صفر في المقام. والحمد لله برضو الترم الثاني اللي هو كوزاين 4 اكس ده لما هيتطبق كيس رقم 2 عليه برضو هيتم من غير اي مشاكل، يعني برضو مش هيطلع لي صفر في المقام، لان كوزاين 4 اكس برضو ما هياش من ضمن الترمات اللي ظهرت في الواي سي اف. فالمساله دي مش هجيب فيها خالص سيره كيس رقم 5، لان الاكسبوننشال الاولاني والكوزاين الثانيه ولا ده ولا ده من ضمن الترمات اللي ظهرت في الواي سي اف، فانا مطمن ان مش هيطلع لي صفر في المقام. فالاكسبوننشال هحله بكيس رقم واحد عادي خالص، والكوزاين هحلها بكيس رقم اثنين عادي خالص، من غير ما اضطر اني اروح لكيس رقم خمسه. تمام؟ طيب كده خلاص احنا وصلنا للواي سي اف، تعالى بقى ايه؟ للواي بي اي. واي بي اي هتستنتج الاوبريتور بتاع الطرف الشمال، هو نفس الشكل بتاع الاوكسيلري ايكويشن بس الام يعني باسمها دي، وطبق معكوسه على الطرف اليمين. اهو الاوبريتور ده هتضطر انك تقسمه لاثنين اوبريتورز، واحد يدخل على الاكسبوننشال واحد يدخل على الكوزاين. وانا بقول لك الاكسبوننشال او الكوزاين هما الاثنين ما ظهروش في الواي سي اف، فالاكسبوننشال هيتعامل بكيس رقم واحد عادي خالص، والكوزاين هتتعامل بكيس رقم اثنين برضو عادي خالص من غير اي مشاكل لا اصفار في المقام. وزع بقى دلوقتي الاوبريتور ده لحتتين، تعالوا بقى كده اتوزع اهو. هنتكلم الاول على الاوبريتور الاولاني ده. الاوبريتور الاولاني ده حله هيبقى ايه؟ الاكسبوننشال يفضل زي ما هو اهو، وهستبدل كل دي احط مكانها ايه اللي هي الكيس رقم واحد، بنستبدل الدي بالاي، والاي عندي هنا بكام؟ باتنين، لان الاكسبوننشال على شكل اي تو ذا باور 2 اكس، فهتبقى واحد على 4 اللي هي يعني 2 سكوارد ماينس 4 في 2 ماينس 5. وانا بحسب الكميه اللي في المقام دي، يعني انا مطمن جدا جدا ان هي عمرها ما هتكون زيرو، لانها عمرها ما هتكون بزيرو الا لو كانت الاكسبوننشال كان ظاهر لي في الواي سي اف، والحمد لله ان هو ما ظهرش في الواي سي اف. طبعا اللي تحت ده كله كده خلاص عباره عن رقم، هيبقى ماينس 1 على 9 اي تو ذا باور 2 اكس، يبقى انا كده خلاص طبقت الاوبريتور على الترم الاولاني. طب بالنسبه الاوبريتور الثاني، بالنسبه اللي هو اللي داخل على الكوزاين، اول حاجه الثلاثه اللي كانت موجوده جنب الكوزاين دي مش ازمه، دي انا طلعتها بره، وهطبق الاوبريتور على الكوزاين بانهي كيس؟ بكيس رقم 2. كيس رقم 2 بتقول لك ان الدي سكوارد يتحط مكانها ماينس اي سكوارد، والاي بتاعتي هنا بكام؟ الاي بتاعتي ب 4، لان الكوزاين على شكل كوزاين 4 اكس، فالاي ب 4، وبالتالي الاوبريتور الثلاثه اللي بره دي تفضل زي ما هي، والاوبريتور هيبقى واحد على الكوزاين 4 اكس، دي 4 اكس بس الاكس مش عايز تتكتب مش مهم. الاوبريتور بقى اللي تحت الدي سكوارد، الدي سكوارد دي تبقى هشيلها واحط مكانها ماينس اي سكوارد، يعني هنكتب ماينس 16 ماينس 4 دي ماينس 5. هتقول لي ايه ده الدي اللي اتفضلت دي؟ انا ما اقدرش ان انا اشيلها واحط مكانها حاجه، لان اللي مسموح لي في كيس رقم 2 هو اني استبدل دي سكوارد مش دي، فالدي اللي تحت دي هفضل اسيبها زي ما هي، مش هقدر ايه اغير فيها اي حاجه. طب هل ينفع ان انا اسيب الاجابه بدلاله الدي؟ لا. طب هل ينفع ان انا استبدل الدي واحط مكانها حاجه؟ لا برضه. طب اتصرف، كنت وريتك الموضوع ده في المحاضره اللي فاتت، ان الدي اللي تحت دي حلها ايه؟ حلها ان انا اخليها فوق، لان الحقيقه الدي اللي تبقى موجوده في البسط يعني موجوده فوق دي ما فيهاش مشكله، انما المشكله هي في الديهات اللي تتفضل في المقام. طب كنا بنعملها ازاي؟ ان احنا بنضرب في المرافق، صح؟ كنا بنضرب في الكونجكت عشان اخلي اللي تحت يبقى دي سكوارد، والدي اللي تطلع لي تبقى دي فوق، فاعرف اتصرف معاها. تعالوا بقى كده نكمل بس بطريقه منظمه شويه. اهو بالنسبه للاوبريتور الاولاني زي ما قلت لك، استبدلت كل دي، معلش الخط بس صغير شويه، استبدلت كل دي وحطيت مكانها 2، فبقت 2 سكوارد ماينس 4 في 2 ماينس 5، دي ما فيهاش مشكله. بالنسبه للترم بتاع الكوزاين، استبدلت الدي سكوارد بس وحطيت مكانها ماينس اي سكوارد، يعني ماينس 16،
انما الماينس 4 دي اللي جنبها دي ما قدرتش اتصرف فيها خالص، فضلت سايبها زي ما هي. الترم الاولاني ده على فكره كده خلاص اتحسب زي ما يعني الترم الاولاني ده اتحسب خلاص بقى عباره عن رقم. المشكله بقى دلوقتي ان الترم الثاني لسه فيه اوبريتور. طيب ده حله ايه؟ لو بس اختصرنا الارقام شويه، الترم الاولاني ده بقى ماينس 1 على 9 اي تو ذا باور 2 اكس. الترم الثاني اخدت من تحت نيجاتيف العامل المشترك فخليها لي ماينس 3 وتفضل 1 على 4 دي زائد 21 اللي هي يعني 16 مع ال 5 وال 4 دي، فبقت 4 دي زائد 21 والنيجاتيف اللي انا اخدته عامل مشترك. ولسه بقى دلوقتي الاوبريتور ده محتاج ان انا اطبقه على الكوزاين. بنعمل ايه؟ هتضرب بسط ومقام في المرافق بتاع ال 4 دي زائد 21. بص يا باشمهندسين، المرافق اللي هو الكونجكت يعني ممكن تاخده انت بطريقتين، يعني عايزك تجرب انك مره تحل كده ومره تحل كده، وفي النهايه هما الاثنين هيوصلوك لنفس الحل. ممكن اقول ان الكونجكت بتاع ال 4 دي زائد 21، ممكن اقول ان الكونجكت بتاعنا هو 4 دي ماينس 21، ده كونجكت فاضرب فيه بسط ومقام. ممكن واحد تاني يقول لي لا والله ده الكونجكت بتاع ال 4 دي زائد 21 هو عباره عن ماينس 4 دي زائد 21. يعني يا اما انك تغير اشاره ال 4 دي يا اما انك تغير اشاره ال 21، ده صح وده صح، اعمل اللي انت عايزه مش فارقه. المهم ان انا هدفي اني اخلي الدي اللي تحت دي تبقى دي سكوارد عشان تبقى حاجه في الكونجكت بتاعها، فيبقى الاولاني سكوارد ماينس الثاني سكوارد. انا هنا ضربت بسط ومقام في 4 دي ماينس 21، وبالتالي ال 4 دي زائد 21 دي لما اتضربت في المرافق بتاعها اللي هو 4 دي ماينس 21 بقت الاولاني سكوارد يعني 16 دي سكوارد ماينس الثاني سكوارد اللي هو ماينس 21 سكوارد. وكده خلاص يبقى انا اللي كسبته اني خليت الدي اللي موجوده في المقام بقت دي سكوارد. دلوقتي بقى ال 16 دي سكوارد دي اقدر اخلي ال 16 زي ما هو زي ما هي واحول الدي سكوارد ان هي تبقى ماينس اي سكوارد يعني ماينس 16. وانا بعمل الخطوات دي كلها برضو انا مطمن ان مستحيل يطلع لي صفر في المقام، لان صفر في المقام مش هيطلع لك غير لو كانت الكوزاين 4 اكس دي كنت انت لقيتها من ضمن الترمات بتاعه الواي سي اف. فطالما ان هي من الاول مش موجوده في الواي سي اف يبقى انا وانا شغال في الخطوات دي مطمن ان انا مستحيل يطلع لي صفر في المقام. كده خلاص بقى المقام من غير دي هات، لاني شلت الدي سكوارد حطيت مكانها ماينس 16، فبقت النتيجه اهي الترم الاولاني ده خلاص خلصنا منه من زمان وشلت الدي سكوارد وحطيت مكانها ماينس 16. طبعا دلوقتي المقام كله بقى رقم، يعني 16 في ماينس 16 ماينس 21 سكوارد، وده يتاخد مع الماينس 3 كونستانت يبقى بره، واللي يتفضل لي بس هي الديهات اللي موجوده في البسط اللي هي 4 دي ماينس 21 دي محتاج ان انا ادخلها على كوزاين 4 اكس. طبعا تطبيق اوبريتور في البسط على كوزاين 4 اكس ده سهل، لاني مره هاخد ال 4 دي على الكوزاين ومره ال 21 في الكوزاين، وطبعا الدي لما هتطبق على الكوزاين يعني كاني بقول لك فاضل الكوزاين فهيبقى تفاضلها ماينس ساين 4 اكس ماينس 4. وبالتالي بقى كده اهو التكمله. الترم الاولاني برضو فضلت محافظ عليه زي ما هو، وال 16 في الماينس 16 ماينس ال 21 سكوارد بقت بماينس 697، خلت الماينس 3 تبقى بلس 3 على 697. واللي متفضل لي دلوقتي هو الاوبريتور اللي هو 4 دي ماينس 21. مره بقى دخل لي ال 4 دي مره تطبقها على الكوزاين ومره الماينس 21 تتضرب في الكوزاين فهيطلع لك ترمين، والدي تترجم كتفاضل. وبالتالي كده بقت النتيجه او الترم الاول زي ما هو، وال 4 دي لما دخلت على الكوزاين فطلعت لي ماينس ساين ماينس ساين 4 اكس في 4 وفي 4 فبقت ماينس 16، والماينس 21 دخلت على الكوزاين فبقت ماينس 21 كوزاين 4 اكس. الشكل النهائي اللي انا وصلت له ده هو ده الشكل بتاع الواي بي اي اللي حضرتك هتجمعه على الواي سي اف عشان في النهايه توصل للجنرال سوليوشن. حتى لو انت على فكره مسترخم الخطوات دي او مستطول يعني حاسس ان الخطوات دي خطوات طويله ورخمه، فصدقني تطبيق طريقه الفاريشن هيكون اصعب، او يعني
رخم اكتر. فعشان كده دايما طريقة الاوبريتور لو ينفع تتطبق يبقى يفضل ان هي تتطبق، لو مستحيل ان احنا نطبق الاوبريتور يبقى خلاص في الحالة دي بقيت مجبر اني استخدم طريقة الفاريشن. في اي خطوة من الخطوات دي مش واضحة؟ طيب نشوف برضو مسألة تانية. بص بقى، تخيل ان انا في مسألة ما في differential equation قدرت اطلع ال YCF، وبعد لما جبت ال YCF جيت على الخطوة بتاعت ال YPI فطلع لي ان ال YPI شكلها بالمنظر ده. واضح هنا ان F of X على شكل polynomial كسير الحدود. الواحد اللي في الاخر خالص ده، يعني انت عندك x سكوير ده ماينس 7x بلس 1. الواحد ده لو انا كنت حطيت لك مكانه 1 على x ففي الحاله دي ما تقدرش تقول عليها ان هي بولينوميال. وفي الحاله دي بقيت مضطر ان لازم تطبق طريقه الفاريشن، لانها طالما ان هي مش بولينوميال يبقى ما اقدرش اطبق الاوبريتور، يبقى ما بقاش قدامي بديل غير ان استخدم طريقه الفاريشن. انما هنا طبعا هي بولينوميال، لان كل الباورز اللي ظهرت على الاكس هي ارقام صحيحه وموجبه بوزيتيف وانتجرز، والزيرو طبعا ده من ضمن الترمات اللي معانا عادي يعني. طب ازاي بقى دلوقتي تطبق اوبريتور بالشكل ده على بولينوميال؟ اهو احنا قلنا ان دايما في الكيس بتاعه البولينوميال دايما بستخدم الفكه بتاعه الجيومتريك سيريز. بس مش معنى ان انا طالب منك انك تستخدم لي الفكه بتاعه الجيومتريك سيريز دي ان لازم الاوبريتور اللي انا اجيبه لك يبقى على شكل 1 على 1 بلس دي، لا خالص. ممكن اجيب لك الاوبريتور باي شكل وانت عليك انك يعني تحطه على شكل 1 على 1 بلس حاجه. لازم تعتبر الاوبريتور ده لازم نعتبره على شكل 1 على 1 بلس حاجه. ليه؟ عشان لو كتبته على شكل 1 على 1 بلس حاجه دلوقتي بقى اقدر افك الفكه بتاعت الجيومتريك ان هي الفكه بتاعت الكلام ده تبقى 1 ماينس الحاجه دي بلس الحاجه دي سكوير ماينس الحاجه دي باور 3 وهكذا. بصوا بقى يا باشمهندسين ركزوا معايا قوي، علشان نخلي 1 على دي باور 3 زائد 2 دي زائد 6 تبقى على شكل 1 على 1 بلس حاجه. الطلبه بتفكر بكذا طريقه، هقول لك الاول الطريقه الغلط. الطريقه الغلط انك تروح قايل لي ال 6 دي انا هعتبرها 5 بلس 1، فتروح قايل ان الترم اللي تحت ده كانه 1 بلس دي باور 3 زائد 2 دي زائد 5. هو اللي انت كاتبه ده مش غلط، بس هو مش عمرك ما هتعرف توصل منه الحل. وفي الحاله دي هتقول لي خلاص انا هعتبر بقى دلوقتي القوس ده ان هو الدي اللي معايا في القانون اللي احنا عارفينه اللي هو بتاع كيس رقم 4، وبالتالي الفكه بتاعتي تبقى ان 1 على 1 بلس القوس ده تبقى فكتها 1 ماينس دي باور 3 بلس 2 دي بلس 5، بعدين بلس دي باور 3 بلس 2 دي بلس 5 الكل سكوير، بعدين ماينس دي باور 3 بلس 2 دي بلس 5 كل باور 3 وهكذا. اللي انت كاتبه مش غلط، بس صدقني مش هيخلص معاك لانك هتفضل مكمل لحد انفينيتي والخمسه دي هتفضل عامله لك مشكله. فعشان كده الفكره اللي انا كنت بقولها لك، دايما الواحد بلس الحاجه دايما لازم تخلي الحاجه اللي جنب الواحد دي يبقى ما فيهاش كونستنت. يعني الخمسه دي هتعمل لك مشكله في الفكه، عمرك ما هتعرف توقف عند ترم معين. امال الحل ايه؟ الحل انك لازم تخلي الحاجه اللي جنب الواحد تبقى من غير الكونستنت. فبدل ما تقول ان الاوبريتور اللي معايا ده انا هفكه بالشكل ده او هكتبه على الشكل ده، لا، بدل ما تكتب السته على شكل 1 بلس 5 عشان تخلي الواحد تظهر، خلي السته دي تتاخد عامل مشترك. يعني الاوبريتور اللي معايا ده انا هاخد منه 6 عامل مشترك، بحيث ان السته لما يتاخد منها 6 تبقى الواحد اللي انا كنت مستنيه، واللي جنبه بقى اللي هو دي باور 3 زائد 2 دي ده يتقسم على السته. واعتبر دلوقتي ان الترم اللي هو مقسوم على السته ده هو الدي بتاعتي اللي في القانون اللي انا عايزه. كده في النهايه المساله هتتحل معاك. مش معنى لان في الحاله دي الترم اللي هيحل محل الدي مش هيبقى فيه كونستنت، وبالتالي يكفي ان انا اوقف عند التفاضل الثالث. مش معنى لان كسره الحدود اللي معايا هي معادله من الدرجه الثانيه، فبدايه من التفاضل الثالث هتبقى بزيرو فيما بعد. فانا في الحاله دي اروح موقف عند الترم اللي هو تو ذا باور 3 او حتى قبلها بترم.
لان بدايه من الترم اللي هو باور 3 فيما بعد ملهاش لازمه، لان كسرت الحدود لما هتتفاضل هتبقى بزيرو. يبقى الطريقه الغلط انك تعتبر الستة 1 بلس 5، انما الطريقه الصح، انما الطريقه الصح هي ان انت تاخد الستة عامل مشترك عشان تخلي الواحد يظهر. تمام، ده اللي انا كنت بقوله في الكيس اللي هي بتاعت الكيس رقم 4. بصوا هنا اللي انا عملته ايه، اللي انا عملته هنا ان انا جيت على الترم ده ورحت واخد منه 6 عامل مشترك، فظهر لي 1 على 6، وقسمت الترمات على 6 عشان كل اللي انا عايزه هدفي هو ان انا الواحد ده يظهر لي. الواحد ده هيبقى هو الواحد ده، والحاجه اللي جنبه هتبقى هي الدي اللي انا اقدر استخدم لها الفكه بتاعت الجيومتريك سيريز. وكل ده انا مخلي البولينوميال زي ما هي، ما لعبتش فيها خالص. دلوقتي بقى الحاجه دلوقتي اللي جنب الواحد اللي هي دي باور 6، دي باور 3 على 6 زائد دي على 3، دي هتبقى بالنسبه لي هي دي اللي في القانون. فالفكه بتاعت الاوبريتور ده هتبقى الواحد على 6 اللي بره دي زي ما هي. انا عدت تاني بس نفس الكلام يعني، اوكي، وهعتبرها ان هي 1 بلس حاجه، والحاجه دي هي اللي هتحل محل الدي اللي موجود عندي في القانون، فتبقى الفكه بتاعتنا تبقى 1 على 6 كومن، وفكيت بقى 1 على 1 بلس حاجه تبقى 1 ماينس نفس الترم ده بلس نفس الترم ده سكوير ماينس نفس الترم ده باور 3. وكفايه بقى لحد باور 3. اشمعنى كفايه لحد باور 3؟ لان القوس اللي هو باور 3 ده اقل تفاضل هيطلع منه لما افكه، القوس ده لما لو فكيته اقل تفاضل هيطلع منه هو دي باور 3، ده اقل حاجه طالعه منه هي دي باور 3. ودي باور 3 يعني تفاضل من الدرجه الثالثه، لما تدخل على كثيره حدود من الدرجه الثانيه هتبقى بزيرو. فعشان كده من بدايه من الترم ده في كل اللي بعده هيبقوا بصفار، وبالتالي هلاقي ان المتسلسله اللي انا فكيتها السيريس اللي انا جبتها دي لا، مش محتاج ان انا افضل مكمل لحد الانفينيتي. انما الحقيقه كنت هتضطر انك تكمل لحد الانفينيتي لو كنت اعتبرت السته 1 بلس 5، بسبب الخمسه دي هي اللي هتعمل لك مشكله. فعشان كده خلاص الترم ده هقول ان الترم ده لو فكيت الباور 3 اي ترم من الترمات اللي هتطلع منه هيبقى اقل تفاضل فيه هو تفاضل من الدرجه الثالثه، لما تدخل على كثيره حدود من الدرجه الثانيه هتصفرها، فيكفي ان انا اخد في الاعتبار الترمين دول بس. يعني اللي هو اول ثلاث ترمات يعني، لان في واحد في الاول. تمام؟ وبالتالي بقى لما نيجي نفك الكلام ده، بصوا بقى كده يا باشمهندسين، هفك بقى كلام كمان الواحد على الستة فضلت زي ما هي، الواحد اللي في الاول اتكتب واحد اهو زي ما هو، دي باور 3 على الستة زائد دي على الثلاثة، مين الترم اللي في الاثنين دول اللي مالهوش لازمة؟ الدي باور 3 على الستة. ليه؟ لان دي باور 3 دي يعني تفاضل من الدرجة الثالثة، فلما هتدخل على كثيرة حدود من الدرجة الثانية مالهاش لازمة. فعشان كده رحت كمان مكنسل دي باور 3 على 6، واللي اتفضل لي من القوس الثاني ده هو ماينس دي على 3. طيب بالنسبه للقوس اللي بعد كده اللي هو القوس الثالث، دي باور 3 على 6 زائد دي على 3 الكل سكويرد، دي انت لو فكيتها الترم الاولاني سكويرد هيطلع لك دي باور 6، يبقى يلا بالسلامه. الترم الاول في الثاني في 2 هيطلع لك دي باور 4، يعني برضه تفاضل من الدرجه الرابعه، يبقى ما اكتبوش اصلا لان ملوش لازمه ان انا اكتبه، لان لما هيدخل على كثيره حدود من الدرجه الثانيه هيبقى بزيرو. الترم الثاني سكويرد هيطلع لي دي على 3 الكل سكويرد اللي هي دي سكويرد على 9 اللي انا كتبتها، ده هو فعلا اللي ممكن يطلع لي حاجه مش بزيرو. بعد كده بقى بدايه من الباور 3 في كل اللي بعد كده ولا ليه لازمه ان انا اجيب سيرته، لان اقل تفاضل فيهم هيبقى تفاضل من الدرجه الثالثه، فهيصفر كثيرة الحدود اللي من الدرجة الثانية. يبقى دي بس الترمات، التلات ترمات اللي تحت دول هما الترمات اللي هيطلعوا لي حاجة. دخل بقى مرة الواحد على الاكس سكويرد ماينس 7x. دخل مرة الدي على التلاتة على الاكس سكويرد ماينس 7x. ودخل مرة الدي سكويرد على التسعة على كثيرة الحدود. طبعا وكل دي من دول بتترجم لتفاضل. يبقى في النهاية النتيجة هتبقى 1 على 6 اهو، الواحد لما دخل على كثيره الحدود اتكتب زي ما هي. طيب الدي على 3
لما يدخل على كسرة الحدود يبقى كأني بقول لك إيه؟ واحد على ثلاثة، اللي هي الواحد على ثلاثة اللي أنا كاتبها في التفاضل الأول بتاع x سكوير ماينس 7 x بلس 1 اللي هو ب 2 x ماينس 7. والدي سكوير والدي سكوير على التسعة لما تدخل على كسرة الحدود برضو الواحد على التسعة هو فضل زي ما هو، والدي سكوير دي معناها التفاضل الثاني. فا x سكوير ماينس 7 x زائد 1 لما تتفاضل مرتين طلعت لي الاثنين دي. بس وبقى تاني كده النتيجة هو ده الشكل بتاع ال YPR. لو في بس أي سؤال مش واضح اسأله. طبعا دلوقتي يبقى أنت تقدر تبسط يعني الشكل ده وتعرف كده الشكل بتاع ال YPI. لو في حاجة مش واضحة بس في تطبيق الأوبريتور اسأله. طيب. بعد الاختصار لميت الترمات اللي فيها اكس سكويرد مع بعض والترمات اللي فيها اكسات مع بعض والترمات الكونستنت مع بعض، ففي النهايه هو ده الشكل اللي ظهر لي للواي بي ار. واضحه كده الخطوات؟ الغلط يا باشمهندسين انك تفك لي السته دي على شكل 1 بلس 5 عشان تخلي الواحد اللي في القانون اللي انت حافظه ده يطلع لك. انما الصح هو زي ما انا عملت هنا اني اخد السته كلها عامل مشترك، بحيث ان الترم اللي جنب الواحد اللي هو اللي انا بحطه تحت الخط ده دلوقتي لازم ما يبقاش فيه كونستانت عشان اضمن ان المتسلسله بتاعتي هتخلص عند تفاضل معين، ما يفضلش فيه زي الخمسه كده فتفضل مكمله معايا. طيب نشوف بقى مساله كمان ويبقى كده كفايه قوي على الاوبريتور، وبعد كده هناخد بريك وندخل على الجزء اللي بعد كده اللي هو اللابلاس ترانسفورم. برضه هنا عندك في المثال ده طبعا واضح قوي هنا ان الاوكسيلري ايكويشن هتبقى ام سكوير زائد 4 ايكوال 0 لما خليت المعادله تبقى هوموجينيوس. ده هيطلع لك ان الجذور بتاعتك هي جذور تخيليه بالبلس او ماينس 2 اي. يبقى انا كده في كيس رقم 3 بتاعت الاوكسيلري ايكويشن ده هيخليني اكتب ان الواي سي اف تبقى عبارة عن C1 في كوزاين زائد C2 في ساين. طبعا مفيش بره E to the power علشان الجزء الحقيقي بزيرو، والبيتا هنا باتنين فتبقى ساين او كوزاين 2X. بس بقى المشكلة اللي حصلت ان لما يكون هو ده الشكل بتاع ال YCF بالمنظر ده هتلاحظ ان f of x اللي انا مديها لك اللي هي مخليه المعادله نون هوموجينيوس ظهرت من ضمن الترمات اللي موجوده عندي في الواي سي اف. فانا متوقع ان انا لو طبقت كيس رقم 2 بالطريقه العاديه خالص اني استبدل كل دي سكويرد واحط مكانها ماينس اي سكويرد، انا متوقع ان لازم هيطلع لي صفر في المقام. فعشان كده من الاول هنروح نطبق كيس رقم 5. بس عشان اطبق كيس رقم 5 لازم اخلي شكل f of x يبقى عباره عن exponential في حاجه. طب ازاي اذا كانت f of x عباره عن sin 2x او 8 يعني sin 2x؟ يبقى لازم استخدم العلاقه بتاعت اويلر. طب اويلر ده كان بيقول ان e to the power او e to the power i في 2x. طبعا انا هنا اخترت الثيتا بتاعتي تبقى ب 2x عشان تبقى شبه الزاويه اللي ظهرت لي جوه الساين. e to the power 2x دي تتفك لكوزاين 2x زائد i ساين 2x، وبالتالي انا ممكن اعتبر ان f of x اللي عندي اللي هي 8 ساين 2x، ال 8 دي خليها زي ما هي، والساين دي هعتبر ان هي عباره عن الجزء الايماجنري اللي هو يعني الجزء اللي بيظهر لي جنب ال i في الفكه بتاعت e to the power i 2x. كلمة ده imaginary اللي انا كاتبها دي معناها ايه؟ معناها ان حضرتك هتكمل المسألة عادي خالص بالـ e to the power i 2x وسيبك من كلمة imaginary. وفي النهاية الحل اللي هيطلع لك تبقى تختار منه الترمات الـ imaginary فقط. يعني الترمات اللي ظهر فيها i هي اللي هختارها. والترمات اللي ما ظهرش فيها i يبقى ايه؟ هنعملها neglection ولا كأنها موجودة. لأن في النهاية بلم الترمات الـ imaginary بس. اللي هي هتكون مكافأة للصعب. كده انا خليتها هي الساين
يتم استبدالها باكسبوننشال، وبالتالي بقى متاح ليا اني اطبق كيس رقم 5، اني هعتبر بقى ان الاكسبوننشال دي هي اكسبوننشال في حاجه. طب هي اصلا ما فيش حاجه، فهعتبر ان الحاجه دي بكام؟ 1، اللي يعني تبقى جي اوف اكس، واكمل عادي خالص بكيس رقم 5. هتقول لي ليه ما طبقناش كيس رقم 2؟ هقول لك لاني لقيت اف اوف اكس موجوده في واي سي اف، فالتطبيق العادي بتاع كيس رقم 2 لازم هيطلع لك صفر في المقام. طب خطوات الحل هتبقى كالتالي: جبنا الاوكسيلري ايكويشن والجذور بتاعه الاوكسيلري ايكويشن، قدرنا ان احنا نستنتج الواي سي اف من الجذور. لاحظت هنا ان الساين 2 اكس اللي كانت معايا كاف اوف اكس هي ظهرت في الواي سي اف، فالتطبيق الطبيعي بتاع كيس رقم 2 هيطلع لك صفر في المقام. فقلت ان انا لازم اروح اطبق كيس رقم 5. الواي بي اي هي 1 على دي سكوير زائد 4 لما تطبق على ال 8 ساين 2 اكس، بس برضو مش هقدر اطبق كيس رقم 2. واضح قوي هنا يعني ان كيس رقم 2 باين ان هي لازم هتعمل لك مشكله، انك فعلا لو استبدلت كل دي سكوير وحطيت مكانها ماينس اي سكوير يعني بماينس 4 هيطلع لك 1 على ماينس 4 بلس 4 يعني صفر في المقام. واضح كده ان كيس رقم 2 هشطب عليها وهروح اطبق كيس رقم 5. طب نطبق ازاي بقى كيس رقم 5؟ افتكر ان العلاقه بتاعت اويلر كانت بتقول ان اي تو ذا باور اي تيتا بتساوي كوزاين تيتا بلس اي ساين تيتا. انا هستخدم العلاقه دي في حاله ان الثيتا تبقى ب 2 اكس، لان الزاويه اللي ظهرت لي جوه الساين هي ب 2 اكس. فبالتالي هقدر اقول ان الساين تيتا اقدر استبدلها بالايماجينري بارت بتاع الاكسبوننشال، وهو ده اللي انا عايزه. والكوزاين تيتا اقدر استبدلها بالريل بارت، هي اصلا ما ظهرتليش كوزاين. فاقدر دلوقتي اشيل الساين 2 اكس واحط مكانها الايماجينري بارت بتاع اي تو ذا باور اي 2 اكس. والايماجينري بقى دي انساها خالص دلوقتي، يعني حتى الايماجينري دي ممكن نطلعها بره، ال 8 طبعا كمان تطلع بره. ومعنى كلمه ايماجينري دي يعني هحل المساله عادي خالص بالاكسبوننشال الجديد اللي ظهر لي. شوف بقى الكيس المناسبه اللي هي هتطلع كيس رقم 5 اكيد. وبعد كده في النهايه لما اطلع الحل بسبب ظهور رقم اي هيطلع لك الحل عباره عن حاجات ما فيهاش اي بلس حاجات فيها اي. اي الحاجات اللي فيها الاي دي هي اللي انا هاخدها، لان في النهايه بلم الترمات الايماجينري من الحل، انما الحاجات اللي ما فيهاش اي دي هكنسلها. يبقى انا في النهايه باخد الايماجينري بارت، الجزء الايماجينري اللي هيطلع لي في الحل. طبعا باخد الجزء الايماجينري من غير الاي، يعني زي ما احنا كده بنقول ان الساين اللي هي اللي كانت جنب الاي هي دي الايماجينري، بس لما باخد الساين باخدها من غير الاي. نفس الكلام هتاخد من الحل في النهايه خالص الترمات اللي ظهرت معاها الاي، بس من غير ما تكتب لي كمان ان الاي معاها. طيب ده اللي احنا عملناه، الثمانيه والايماجينري دول. الثمانيه طبعا كونستانت كده كده من الاول كنا ممكن نطلعه بره، والايماجينري طلعتها بره. وهبدا بقى اعتبر المساله الاوبريتور هي اوبريتور داخل على اي تو ذا باور اي 2 اكس. وحل بقى المساله، سيبك بقى من كلمه ايماجينري اللي بره دي خالص، فايدتها تبقى تظهر لي في اخر سطر في المساله، في اخر سطر في الحل، ابقى ان انا الم الترمات الايماجينري. تعالى بقى كده فكر هو الاوبريتور ده ازاي يتطبق على اي تو ذا باور اي 2 اكس. الاوبريتور ده عشان يتطبق على اي تو ذا باور اي 2 اكس محدش يقول لي نروح نطبق كيس رقم 1، ده انا اصلا بعمل الموال ده كله علشان انا عارف كيس رقم 2 هتطلع لي صفر في المقام، فعايز اروح اطبق كيس رقم 5. فلو انت قلت طب ما خلاص ما انا دلوقتي بقى معايا اكسبوننشال ما اروح اطبق كيس رقم 1، برضو المساله هتقول لك ان هيطلع لك صفر في المقام علشان تجبرك انك تطبق كيس رقم 5. يعني انت فعلا هنا لو استبدلت الدي بكيس رقم 1 ب 2 اي، الدي سكوارد هيتحط ب 2 اي الكل سكوارد اللي هي ماينس 4، فبرضه هيطلع لك في المقام 0. وكان المساله بتقول لك ان ولا كيس 1 ولا كيس 2 هما اللي هيحلوا، اللي هتحل هي كيس رقم 5. طب كيس رقم 5 دلوقتي نطبقها ازاي؟ اني هعتبر ان الاكسبوننشال ده مضروب في حاجه اسمها جي اوف اكس، الحاجه دي مش موجوده فهعتبرها ان هي 1، وبالتالي هعتبر ان اي تو ذا باور اي 2 اكس ده، نمسح بس كده الكلام ده كله، هنعتبر 8 ايماجينري دي بره خالص. وتعالى بقى كده نشوف المساله، ان عشان اطبق كيس رقم
5 هعتبر ان الاكسبوننشال ده هو e to the power i 2 x وكانه مضروب في 1. عشان اطبق كيس رقم 5 الاوبريتور اللي هو 1 على d squared زائد 4 ده الاوبريتور اللي معايا. اقدر دلوقتي استثني اني اطبق عليه اطبقه يعني على e to the power i 2 x ودلوقتي الاوبريتور ده يتطبق على مين؟ على الواحد بس. بس هل نفس الاوبريتور في كيس رقم 5 هو اللي بيتطبق على الواحد بعد لما تطلع الاكسبوننشال؟ لا، نفس الاوبريتور بس بعد لما تستبدل كل دي وتحط مكانها دي بلس اي. حد يقدر يقول لي الاي هنا بكام؟ الاي اللي هي المعامل بتاع اكس اللي ظهرت في الباور بتاع الاكسبوننشال، فالاي بكام؟ ب2 اي بالظبط. يبقى الدي دلوقتي اللي هي كانت جوه التربيع هشيل الدي واكتب مكانها دي بلس 2 اي. وفك بقى الكلام ده، طبعا هتلاقي ان انت في النهايه الحل اللي هو القوس الكبير قوي ده، الحل في النهايه هيطلع لك ترمات فيها اي وترمات ما فيهاش اي، ففي النهايه خالص في اخر سطر في الحل هبقى اخد منهم الترمات الايماجينري بس. فك بقى كده دلوقتي الاوبريتور ده وطبقه على الواحد. الواحد ده دلوقتي هنعتبره ان هو انهي كيس؟ هنعتبر ان الواحد ده هو الكيس بتاع البولينوميال على حسب. بس الاول لما نفك الاوبريتور ده، فك بقى دي بلس 2 اي الكل سكويرد زائد 4، فكها عادي خالص. تعالى بس نكتب الكلام ده برده بطريقه منظمه شويه. اهو ده اللي انا عملته. طلعت الاي الاكسبوننشال بره واستبدلت الدي وحطيت مكانها دي بلس 2 اي. وتعالى بقى دلوقتي نتكلم على الحته دي بس، سيبك من الاكسبوننشال اللي بره ده لان ده خلاص مش هيتطبق عليه الاوبريتور. انت لو فكيت القوس بتاع التربيع اللي تحت، اول ترم هيطلع لك منه هو دي سكويرد، تاني ترم هيطلع لك منه هو الاول في التاني في 2 فهتبقى 4 اي دي، تالت ترم هيطلع لك منه هو ال 2 اي 2 اي سكويرد، ف 2 اي سكويرد 2 اي يعني كل سكويرد اللي هي بماينس 4 فتكنسل البلس 4، وبالتالي ده دلوقتي بقينا محتاجين ان احنا نطبقه على مين؟ على الواحد. ازاي بقى نطبق الاوبريتور ده على الواحد؟ حد يقول لي يلا. الحقيقه عشان اطبق الاوبريتور ده على الواحد انا هعتبر ان الواحد ده بولينوميال. وعشان تعتبر ان الواحد ده بولينوميال يبقى انت هترجع لكيس رقم 4. ولما ترجع لكيس رقم 4 بما ان الواحد بولينوميال لازم تستخدم الفكه بتاعت الجيومتريك سيريس. وعشان تستخدم الفكه بتاعت الجيومتريك سيريس انت لازم تخلي الواحد يظهر لي. وعشان اخلي الواحد ده يظهر لي الغلط اللي تعمله انك تزود واحد وتنقص واحد. لان كده الحاجه اللي هتبقى جنب الواحد دي هيبقى فيها كونستنت. فانا عشان اخلي واحد يظهر لي في المقام بتاع الاوبريتور من غير ما يكون جنبه كونستنت، الحل هو ان انا اخد عامل مشترك 4 اي دي. بحيث ان انت لما تاخد 4 اي دي عامل مشترك، الاوبريتور اللي يتفضل لك يبقى واحد على ال 4 اي دي دي اتاخد منها هي نفسها فيتفضل لي واحد، والدي سكويرد لما يتاخد منه 4 اي دي يتفضل دي على 4 اي. وده كله هيتطبق على مين؟ على الواحد. دلوقتي بقى اقدر اعتبر ان الترم ده على شكل الجيومتريك سيريس فنقدر نجيب الفكه بتاعتها. واقدر بقى دلوقتي اقول ان واحد على واحد بلس حاجه، الحاجه دي اللي هي دي على 4 اي تبقى فكتها واحد ماينس دي على 4 اي بلس دي على 4 اي الكل سكويرد ماينس دي على 4 اي الكل باور 3. بس الحقيقه انا مش محتاج ده كله لان ده كله هيدخل على بولينوميال اسمها واحد. يعني اول تفاضل يكنسلها، اول تفاضل يعني التفاضل الاولاني بس يطلعها لي بزيرو، فانا مش محتاج كل الفكه دي. عشان كده الترم ده كله لما هيتفك هيطلع لك واحد بس. تعالى بس اوريها لك اهو بالتفصيل. بص كده يا باشمهندسين، انا فكيت دلوقتي التربيع زي ما قلت لك، فكيت القوس اللي متربع ده بلس 4 فطلعت لي ان الترم الثاني لما اتربع كنسل الاربعه، فبالشكل ده.
دلوقتي الواحد ده انا هعتبره ان هو بولينوميال وعايز اطبق اوبريتور على بولينوميال. فالاوبريتور ده ازاي يتطبق على بولينوميال؟ عايزين نستخدم الفكره بتاعه الجيومتريك سيريس. وفكره الجيومتريك سيريس اني عايز الواحد ده اللي انا بشاور عليه يظهر لي. غلط انك تقول لي هتزود واحد وتنقص واحد، لانك كده هتخلي فيه كونستانت يظهر لك مع الترم اللي جنب الواحد. امال الحل ايه؟ الحل اني اخد الاربعه اي دي اللي هي دي عامل مشترك عشان اخلي الواحد يظهر لي. فلما ناخدها عامل مشترك اهي بقت واحد على اربعة اي دي. الترم اللي جنبها بقى واحد على، بص بقى بالتفصيل كده، الترم ده لما تاخد منه اربعة اي المقام، لما تاخد منه اربعة اي دي عامل مشترك هيتفضل لك واحد زائد دي على اربعة اي. فالمفروض ان ده اللي كان يتكتب في الترم هنا في المقام، واحد زائد دي على اربعة اي. بس الحقيقة يعني الاي اللي في المقام انا طلعتها فوق بماينس اي، يعني المفروض يعني كلنا نعرف ان واحد على اي دي بماينس اي. جبناها من فين؟ ان انا الواحد على اي دي اضرب بسط ومقام في اي، هيبقى عندك فوق اي وهيبقى عندك تحت اي سكوارد، والاي سكوارد بالنيجاتيف فتبقى بماينس اي. ده اللي انا عملته، فظهر لك دلوقتي الترم ده واحد على واحد ماينس اي دي على اربعة. دلوقتي بقى تقدر تفك ده بالفكة بتاعت الجيومتريك سيريس، ان واحد على واحد ماينس اي حاجة بتبقى عبارة عن واحد بلس الحاجة دي اللي هي اي دي على اربعة بلس الحاجة دي سكوارد. بس الحقيقة انا مش محتاج كل الكلام ده، لان الكلام ده كله هيدخل على بولينوميال اوف اوردر زيرو اللي هي الواحد، يعني الواحد ده كأنه اكس باور زيرو. فاول تفاضل هيقابله هيصفره، وبالتالي بدايه من الترم الثاني اللي هو في الدي فيما بعد ما لهمش لازمه، والواحد بس الاولين ده هو اللي هيظهر لي. اهو ثاني برده كده بالتفصيل، اهو انا الثمانيه ايماجينري نزلتها زي ما هي، اي تو ذا باور اي 2 اكس نزلتها زي ما هي، واحد على اربعه اي نزلتها زي ما هي، وفكيت بالجيومتريك سيريس الفكه بتاعت ده، بقت واحد بلس الترم ده بلس الترم ده هو نفسه سكوارد بلس باور 3. بس ما تنساش ان كل ده هيتطبق على مين؟ هيتطبق على الواحد بس. فالواحد ده بيتصفر من اول تفاضل، وبالتالي الترم الثاني اللي هو اي دي على اربعه او اللي بعده او اللي بعد بعده، كل دول ما لهمش اي لازمه، كل دول هيصفروا الواحد. فمش هيتفضل لك غير الواحد اللي في الاول لما يتطبق على البولينوميال اللي معايا اللي هي الواحد. وبالتالي كده بقت النتيجه ان كل ده بقى بواحد، كل ده بقى بواحد بس خلاص. دلوقتي بقى تعالى على الاوبريتور اللي قبله اللي هو واحد على أربعة اي دي، وبرضه ممكن الاي اللي في المقام دي ارفعها فوق بماينس اي. يعني ايه واحد على دي؟ الواحد على دي دي يعني ايه واحد على دي؟ يعني تكامل. فكاني بقول لك كامل الواحد، فتكامل الواحد هيبقى اكس، محدش يقول لي اكس بلس سي، لان احنا اتفقنا ان الواي بي اي ملهاش لازمه انك تزود في تكاملاتها كونستنت، هيبقى تكامل الواحد باكس. وبالتالي بقت النتيجه اي تو ذا باور اي 2 اكس نزلت زي ما هي، وتكامل الواحد بقى اكس، والاربعه اي اللي تحت دي بقت كونستنت. كده خلاص انا خلصت من جميع الجهات اللي في المساله. دلوقتي بقى الترم اللي ظهر لي ده عليا اني احلله بقى خالص، افكه خالص لجزء ريل وجزء ايماجينري، عشان في النهايه الم الترمات الايماجينري فقط. طب دي هتفكها ازاي؟ انك ترجع تاني تستخدم العلاقه بتاعت اويلر. انا كده خلاص خلصت من المساله كمساله اوبريتور. انا دلوقتي هدفي ان معايا اكسبريشن معين هو كومبلكس، عايز افكه لجزء ريل وجزء ايماجينري واختار الجزء الايماجينري. e to the power i 2x هتفكها لايه؟ هتفكها لكوزاين 2x بلس i ساين 2x، وx على 4 i دي مره تدخلها مع الكوزاين ومره تدخلها مع الساين. طبعا واضح ان هي لما هتدخل مع الساين الاي هتتكنسل مع الاي، فهيبقى هو ده الجزء الريل اللي هو اللي انا مش عايزه. انما لما تدخل مع الكوزاين هو ده الجزء اللي هيطلع فيه اي، بس الاي بس اللي في المقام دي طلعها فوق تبقى بالنيجاتيف، فهو ده الجزء اللي انا عايزه.
فعشان كده طلعت لك في النهاية التمانية اهي والإكس على الأربعة اتكتبت والآي لما دخلت على الكوزاين بقت ماينس آي كوزاين فبقى هو ده المعامل بتاع الآي يعني الترم اللي احنا طلعناه ده هو الكوفيشنت المعامل بتاع الآي اللي ظهر لي. عيد بقى كده تاني نفس المسألة بس لو كانت المسألة من الأول خالص ما كانتش ساين 2 إكس. لو تفتكر بداية المسألة خالص كانت الـ f of x كانت ساين 2 إكس. لو كانت كوزاين 2 إكس. لو كانت كوزاين 2 إكس هتمشي نفس الخطوات بالملي. بس بدل ما كنت هتحتاج إنك تلم الترمات الإيماجنري كنت هتحتاج إنك تلم الترمات الريل. يعني بدل كلمة إيماجنري في الأول دي هتضطر إنك تلم الترمات ريل. ففي النهاية الترمات الريل هتظهر لما x على 4 i تضرب مع الساين 2 x على اساس يعني ان الاي هتتكنسل مع الاي. الشكل بقى اللي انا جبته في النهايه ده هو الواي بي اي. واي بي اي دي هتستخدمها مع الواي سي اف مجموعهم هما الاثنين يبقى هو الجنرال سولوشن. تمام؟ في اي سؤال فيها؟ دكتور معلش يعني نجلس نجلس ايه الصوت مش واضح بتقول ايه؟ النيجاتيف جت منين معلش؟ النيجاتيف دي ان شايف الاي اللي موجود عندي في المقام شايف اكس على 4 اي، اكس على 4 اي دي انا اعتبرتها ماينس اكس على 4 اي. اي اي في المقام من حقك ترفعه في البسط بالنيجاتيف، لان انا قلت ان 1 على اي دي بتساوي ماينس اي. فعشان كده اكس على 4 اي دي انا اعتبرتها ان هي ماينس اكس على 4 اي. تمام. بس في النهايه بقى كده خلاص وصلنا للشكل بتاع الواي بي. الواي بي دي تروح جامعها على الواي سي اف يبقى ده الجنرال سولوشن. يمكن المسائل اللي هي بتاعه الساين والكوزاين اللي بضطر ان انا اروح اطبق فيها كيس رقم 5 دي اصعب مسائل في الاوبريتور اللي هو زي المثال اللي احنا حليناه ده. طب كده يبقى احنا خلاص خلصنا كل الكيسز بتاعه الاوبريتور بحل المسائل. هو في الاستيب اللي هي الواي بي اي لما خدنا لما عملنا تحت خدنا 1 over 4 i d common factor ليه بقت بالنيجاتيف هنا؟ هو نفس الكلام. انت لما تيجي دلوقتي من الترم ده شايف الترم اللي انا بشاور عليه ده لما تاخد منه 4 i عامل 4 i دي عامل مشترك هناخد 4 i دي عامل مشترك فمن الترم الثاني هيتفضل لك واحد ومن الترم الاولاني اللي هو ال d squared هيتفضل لي وحده d مقسومه على 4 صح كده؟ تمام. دي على 4 اي دي الاي اللي في المقام انا كتبتها فوق بماينس اي. اي اي في المقام من حقك انك ترفعها في البسط بالماينس. فعشان كده كتبتها ماينس اي دي على 4. تمام ما خدتش بالي ان الاي فوق. تمام شكرا. طب كده يا باشمهندسين يبقى احنا خلصنا كده جزئيه في الديفرنشال ايكويشن. وهناخد بس دلوقتي بريك وبعد كده هنكمل بس خليك بس معايا ثانيه واحده لان بعد ان شاء الله بعد البريك هنبدا في حاجه اسمها لابلاس ترانسفورم. البني ادم اللي موجود قدامكم ده هو ده لابلاس نفسه هو اللي حط نوع من انواع حاجه اسمها الانتجرال ترانسفورم. هو الراجل ده كان شغال يعني في مهتم بحلول البارشال ديفرنشال ايكويشنز اللي كانت بتنزل على اوردينري ديفرنشال ايكويشن فكان بيفكر ان هو يالف ترانسفورميشن معين. ترانسفورميشن هتفهم يعني ايه ترانسفورميشن. يحول بيه المعادلات التفاضليه لمعادلات جبريه زي كده ما كنا بنعمل في الاوكسيلري ايكويشن. فالف ترانسفورم الحقيقه ليه ابلكيشنز رهيبه وخصوصا لميكانيكا يعني. بعد كده في الاستابيليتي انك تدرس الكنترول يعني او الاستابيليتي بتاع اي سيستم هتحتاج انك تجيب تحول السيستم ده من التايم دومين لللابلاس دومين او للاس دومين يعني. فيعني تطبيقات يعني الحقيقه مهما هفضل يعني اشكر فيها مش هديها حقها يعني. تطبيقات رهيبه لللابلاس ترانسفورم وبقول لك وبالذات لقسم الميكانيكا هتحتاجوا لابلاس ترانسفورم ده بشده في التطبيقات اللي هتظهر لكم قدام. فهنبدا بقى ننقل دلوقتي على جزء جديد اللي هو حاجه اسمها لابلاس ترانسفورم. هو جزء طبعا في الاساس احنا عايزين نستخدمه لحل معادلات تفاضليه. بس مش هنبدا على طول نقول لك ازاي تطبق اللابلاس ترانسفورم عشان تحل معادلات تفاضليه لانك في الاول اصلا انت مش عارف يعني ايه لابلاس ترانسفورم. فهنقعد تقريبا ممكن المحاضره بتاعه النهارده والمحاضره اللي جايه كمان نتكلم بس في لابلاس ترانسفورم ده هو ايه وايه الخواص بتاعه.
بعد كده بداية من المحاضرة اللي بعد الجاية نبدأ نشوف هو ازاي ممكن نطبق اللابلاس ترانسفورم عشان نحل المعادلات التفاضلية. يبقى احنا هدفنا الأساسي هو ان احنا بنستخدم ترانسفورميشن معين اسمه لابلاس لحل معادلات التفاضلية. بس الأول تعالى نعرف يعني ايه لابلاس ترانسفورم ونعرف البروبرتيز بتاعته، بعد كده نبدأ نشوف ازاي ده نقدر نستخدمها لحل المعادلات التفاضلية. طيب هناخد دلوقتي بريك، البريك بس هخليه لك ربع ساعة، هقفل الشير سكرين دي وهفتح لكم الاستبيان، يعني انت تتسلى كده في خلال الربع ساعة دي، هيبقى موجود عندك لمدة 10 دقايق الاستبيان، هتديني بس 5 دقايق قبل ما اجهزه، هعرضه لك، هعمل لك شير سكرين للكيو ار كود بتاعه، تعمل سكان للكيو ار كود وتعمل الاستبيان. اي طبعا حد عايز يشارك هو مش حاضر المحاضرة ممكن تبعتوه على الجروب، لو في جروب واتساب او حاجة تبعتوه علشان الطلبة كلها تشارك في الاستبيان. هوقف بس الشير وربع ساعة بالظبط وهنكمل. خلال الربع ساعة دي هيبقى مفتوح قدامك الاستبيان، وريت بس حضرتك تشارك بالاستبيان. دكتور وحضرتك ينفع تبعت اللينك على الشات هنا؟ تمام، هبعت لك اللينك كمان على الشات، بس اديني بس دقيقتين اجهز الاستبيان نفسه. شكرا. بص يا باشمهندسين، هو كده موجود عندك الكيو ار كود، وهبعت لك دلوقتي اللينك على طول اهو، ممكن تعمل سكان للكيو ار كود وتبدا الاستبيان، وهكتب لك اللينك حالا دلوقتي على نفس الجروب بتاعنا من بره هتلاقيه، ممكن تبعته على واتساب للناس اللي عايزه تشارك في الاستبيان. كده انا بعت اهو اللينك، معانا بقى بالظبط ربع ساعه والاستبيان هيقفل، اول ما يقفل ان شاء الله هنلاقي
طيب يلا باشمهندس نكمل. الاول بس طمنوني، هل الاستبيان تم على خير؟ يعني هل كان في اي مشاكل؟ باشمهندس سامعني ولا لا؟ تمام يا دكتور، ما كانش في مشاكل. كانش في مشاكل. عرفتوا تبعتوا لي الناس تانية غير الناس اللي حاضره المحاضره؟ بعتناه والمندوب بعده. طيب هنبدأ بقى دلوقتي إن شاء الله كده جزء جديد هياخد مننا تقريبا يعني بقية المحاضرة بتاعة النهاردة واحتمال كمان محاضرتين، حاجة اسمها اللابلاس ترانسفورم. وزي ما قلت لك اللابلاس ترانسفورم ده هو نوع من أنواع الترانسفورميشن، كان هدف لابلاس منه إن هو كان بيحل ديفرنشال إيكويشن. فهو لابلاس كان فارض، يعني عشان بس أنت تبقى فاهم كده الموضوع عبارة عن إيه، لابلاس كان فارض إن هو معايا الواي دي دالة في تي، يعني بدل ما كان فارضها إن هي دالة في إكس هو كان فارضها دالة في تي، مش هتفرق معانا في أي حاجة إن الإكس اسمها تي، بس يعني التي دي بعد كده في الأبلكيشنز بتاعتك هتريبريزنت التايم. وكان معانا معادلة تفاضلية، زي مثلا كان معايا معادلة مثلا عبارة عن تي واي دبل داش ماينس 3 واي مثلا بتساوي ساين تي. هو فارض مثلا ان هو كان معاه معادله تفاضليه بالمنظر ده، وكان عايز يوصل الجنرال سوليوشن بتاعها اللي هو الواي اللي هي كداله في تي بتساوي كام. فهو كان بيفكر في طريقه، يعني الطريقه دي اللي احنا بنسميها بعد كده ترانسفورميشن، اللي هو يقدر يحول بيها المعادله التفاضليه بدل ما كل حاجه فيها بدلاله التي، يقدر يطبق حاجه اسمها لابلاس ترانسفورم، ان هو يحول المعادله من كونها معادله تفاضليه ان هو يحولها لمعادله جبريه، يحولها لالجبريك ايكويشن. يعني ايه الجبريك ايكويشن؟ يعني معادله بسيطه خالص اللي هي المعادلات اللي احنا بنقدر نتعامل معاها، وبالتالي يقدر يستنتج الحل بتاعها كالجبريك ايكويشن. بس هو عشان يستخدم الترانسفورميشن ده، وقدر فعلا ان هو يجيب الترانسفورميشن ده واحنا سمينا الترانسفورميشن ده لابلاس ترانسفورم، بقى بيحول الداله اللي هي الواي اللي هي داله في تي، بقى بيحولها لداله جديده في دومين جديد اسمه اس، فبنرمز لها واي كابيتال او اس. يبقى هو اللي اكتشفه لابلاس ان في نوع من انواع الترانسفورميشنز اللي احنا بعد كده سميناها لابلاس ترانسفورم، بيحول بيها اي داله كده ان جنرال، اي داله في التي لما بنطبق لها الترانسفورميشن ده وهنرمز له بال اختصار يعني لللابلاس، بيحوله لداله جديده هنسميها اف كابيتال. الداله الجديده بتكون داله بالاس. وبعد كده ان شاء الله انتوا لما هتبقوا يعني تتمرسوا اكتر مع اللابلاس ترانسفورم هيقول لك بعد كده بقى في الابلكيشنز او في سنه ثانيه وفي سنه ثالثه وفي سنه رابعه في التخصص بتاعك لما تستخدم اللابلاس ترانسفورم ده، هيقول لك ان اللابلاس ده هو بنحول بيه اي داله من التايم دومين، يعني بدل ما هي داله مكتوبه بدلاله التي اللي هو التايم يعني، فبنحول من التايم دومين، من الدومين بتاع التايم، لداله جديده اللي احنا بنسميها الشكل بتاع الداله القديمه بس في الاس دومين. فكل اللي عليك تعرفه في الكورس بتاعنا ككورس رياضه ان اللابلاس ترانسفورم ده بيحول لي الداله من كونها داله في التي، بيحولها لي ان هي تبقى داله بدلاله الاس. طب ليه بقى؟ ألف هو إزاي اللابلاس ترانسفورم ده أو جابه إزاي؟ دي مش عليك إن أنت تعرفها، بس اللي أنت هتفهم هو ليه الترانسفورم اتحط بالمنظر ده، ده هنوريه لك بس مش في المحاضرة بتاعت النهاردة ولا في المحاضرة اللي جاية، في المحاضرة اللي بعدها، لأنك هتلاحظ فعلاً إن الترانسفورميشن ده هيحول لك المعادلة التفاضلية اللي هي المعادلة اللي صعب إن أنت توصل للحل بتاعها لأنها معادلة بتحتوي على تفاضلات، بيحولها لنا لمعادلة بسيطة جداً جداً جداً، لمعادلة جبرية. وبالتالي اقدر بمنتهى البساطه استنتج الحل بتاع المعادله الجبريه اللي هو الحل بتاع المعادله الاساسيه بس في الاس دومين. وبالتالي هتحتاج انك تتحرك بقى بعد كده في الاتجاه العكسي بعد لما جبت الحل، ان انت بتجيب اللابلاس انفرس اللي هو عكس اللابلاس ترانسفورم عشان ترجع تاني للتايم دومين. الكلام ده هتفهمه مش في محاضره النهارده ولا في المحاضره اللي جايه، في المحاضره اللي بعدها ازاي فعلا المعادله التفاضليه المكلكعه ازاي تحت اللابلاس ترانسفورم بتتحول لمعادله جبريه سهل جدا 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 ان انت تحلها، وبعد لما تجيب الحل بتاعها بيطلع لك طبعا الحل بتاعها بيبقى بدلاله الاس، فبتكون عايز ترجع تاني بيه بدلاله التي، فبتجيب معكوس اللابلاس اللي هو اللابلاس انفرس. طيب
اللابلاس ترانسفورم بقى ده بيتم ازاي؟ يعني مثلا انا معايا اي داله ولتكن مثلا داله اف اوف تي دي مثلا بتي سكوارد، هي داله بدلاله التي، ازاي اجيب لها اللابلاس بتاعها اللي هي الداله الجديده اللي بدلاله الاس اللي هي اللابلاس ترانسفورم بتاع التي سكوارد ده بجيبه ازاي؟ بنستخدم التعريف بتاع لابلاس. التعريف بتاع لابلاس ده جه من فين؟ هو بقى الموضوع طويل قوي وليه يعني خلفيات تاريخيه كتير قوي، علشان اوريك الديفينيشن نفسه بتاع لابلاس ده جه من فين. فده احنا مش هنقوله، احنا بس هدي لك الديفينيشن نفسه بتاع لابلاس، وهبقى اثبت لك قدام ان فعلا الديفينيشن ده لما بنطبقه على معادله تفاضليه بيحولها من معادله تفاضليه لمعادله جبريه سهل جدا ان انت تحلها. بصوا بقى يا باشمهندس، واحده واحده كده معايا، افهم كده معايا. لو انا معايا داله في التي، انا مدي لك اي داله في تي ولتكن مثلا اف اوف تي دي مثلا بتساوي تي سكوارد بتساوي مثلا 3 تي بلس ساين تي بتساوي اي تو ذا باور 5 تي، انا مدي لك اي داله في التي والداله دي احنا سميناها اف اوف تي. ركز بقى كده معايا ايه اللي انا هعمله. الداله دي لو انا ضربتها في اي تو ذا باور ماينس اس تي يبقى المحصله بتاعت حصل الضرب هتبقى داله فيها تي هات وفيها اس كمان، لان انا ضارب في اي تو ذا باور دي مش 5 تي ها، اي تو ذا باور ماينس اس تي، فبالتالي المحصله هيبقى فيها تي هات وفيها كمان ايه اس. طب المحصله دي كلها انا قلت لك اعمل لي تكامل ليها بالنسبه للتي، يبقى بالتالي هتكامل وانت باصص للتي هات على ان هي المتغير بتاعك، وهتتعامل مع الاس على ان هي كونستانت، فهتكامل بدلاله التي. بعد لما خلصت التكامل بدلاله التي هقول لك لا ده التكامل ده انا عايزه يبقى تكامل محدد، يعني هحط لك حدود والحدود بتاعتك هتبقى من اول الصفر لحد الانفينيتي، يعني خليتك بعد لما بتكامل بتعوض بحدود تكامل. طبعا انت هتعوض بحدود تكامل مكان التي، فهتستبدل كل تي تحط مكانها ما لا نهايه ماينس انك تستبدل كل تي وتحط مكانها زيرو. ففي النهايه المحصله اللي هتطلع لك من التكامل ده هتبقى داله في ايه؟ داله في اس بس. بالظبط المحصله دي كده في النهايه هتطلع لي داله في اس بس، مش هيطلع لي فيها تيهات خالص. ليه مش هيطلع فيها تيهات؟ لاني كملت بالنسبه للتي، وبعد لما كملت عوضت عن التي مره بما لا نهايه ومره بالزيرو، فالمحصله هتبقى داله في الاس. الداله بقى اللي هتطلع لك اللي هي في الاس دي اللي احنا بنسميها اف كابيتال اوف اس، ودي اللي احنا بنقول عليها هو ده اللابلاس ترانسفورم بتاع اف اوف تي. يبقى التكامل ده بنسميه انتجرال ترانسفورم، لان التكامل ده وظيفته ان هو بيحول لي اي داله في التي للداله المكافئه بتاعتها في الاس. طب هو معلش يعني هو لابلاس الف ازاي؟ او يعني اشمعنى ايه اللي خلاه يفكر ان هو يضرب في اي تو ذا باور ماينس اس تي ويروح مكامل ويخلي حدود التكامل تبقى من صفر لانفينيتي ويقول لك هو ده كده الترانسفورميشن اللي احنا هنسميه لابلاس ترانسفورم؟ هتفهم الجزئيه دي من الخواص اللي احنا هنستنتجها للابلاس، اللي هتلاقي فعلا ان الخواص دي في النهايه بتحول لك المعادله التفاضليه لمعادله جبريه. بس خلينا دلوقتي نتعامل مع الديفينيشن ده على انه واقع كده انا بستخدمه، عباره عن معادله انا بستخدمها، عباره عن نوع من انواع الانتجرال ترانسفورم اللي انا بستخدمه، اللي بيحول لي بيه الداله اللي في تي للمكافئ بتاعها لداله جديده خالص داله في الاس. تعال بقى ندرس التكامل ده الخواص بتاعته، ندرس التكامل ده لما بيتطبق على بعض الدوال الاليمنتري، يعني زي مثلا البولينوميال، زي الاكسبوننشال، زي الساين والكوزاين، زي الشاين والكوشاين، وندرس خواص اكتر للتكامل ده عشان نتمرن اكتر على ايجاد اللابلاس ترانسفورم للدوال الاساسيه اللي احنا عارفينها. بعد كده بقى في النهايه اللي هو هيطلع في المحاضره مش اللي جايه او اللي بعد، في المحاضره اللي بعد اللي جايه هوريك فعلا ازاي الترانسفورميشن ده بيحول المعادلات التفاضليه لمعادلات جبريه سهل جدا ان انت تحلها. بس الاول تعالى يعني ايه؟ يعني نتعود اكتر على الديفينيشن الغريب اللي احنا حطيناه ده وازاي ده يتطبق على الدوال الاساسيه. تعالوا بقى كده او نبدا بقى بلابلاس ترانسفورم. ايه الديفينيشن بتاع لابلاس ترانسفورم؟ لابلاس ترانسفورم ده وظيفته ان انا يكون معايا داله في تي بعمل عليها ترانسفورميشن معين بنرمز له بلابلاس بحرف ال كده عشان يطلع لك داله جديده داله في الاس.
الداله الجديده دي بنسميها اللابلاس ترانسفورم بتاع الداله اللي في التي. يعني بنقول كده ان اف كابيتال اوف اس دي هي اللابلاس بتاع اف اوف تي. وممكن تجيب الانفرس لابلاس ترانسفورم، يعني ممكن ترجع في الاتجاه العكسي زي كده عمليه التفاضل وعكسها، درست ان هو عمليه التكامل. وانك ترجع في الاتجاه العكس يعني انا اكون مديلك الداله اللي في الاس وانت ترجع لاساسها قبل ما يعمل لها لابلاس ترانسفورم، ده بنسميه الانفرس لابلاس وبيترمز له بال ماينس 1. طبعا ماينس 1 دي مش باور، ماينس 1 دي ده رمز للمعكوس بتاع الترانسفورميشن. زي مثلا كده لما نقول لك زاويه معينه طبقت عليها الساين، طب عايز بقى اطبق معكوس الداله العكسيه يعني بتاعت الساين، فسميناها ساين انفرس ساين ماينس 1. الماينس 1 ده برضو مش باور، ولا هنا برضو الماينس 1 ده باور. ال ماينس 1 دي يعني الانفرس لابلاس، زي ما انا كده كاتبه لك اهو، انفرس لابلاس ترانسفورم اللي باخد بيه الداله اللي في الاس ارجع بيها لداله في التي او لاساسها اللي هي كانت داله في التي. وبالتالي الداله اللي في التي دي نقدر نسميها هي الانفرس لابلاس بتاع اف او اس. يبقى احنا بس دلوقتي اللي احنا هنتعود عليه او ان احنا هنتعامل معاه اكتر ان انا اكون مدي لك داله في التي وعلمك ازاي انك تجيب لها اللابلاس بتاعها. طب انت ازاي هتجيب لها اللابلاس بتاعها؟ ان اي داله في التي انا اديها لك تقدر تاخد الداله دي تضربها في اي تو ذا باور ماينس اس تي وتروح عامل لها عمليه تكامل بالنسبه للتي وتخلي حدود التكامل تبقى من صفر لانفينيتي، فاللي هيطلع لك في النهايه هو داله في الاس، دي هنسميها اف كابيتال اوف اس ودي هنسميها اللابلاس ترانسفورم بتاع اف اوف تي. ودايما بقى كده حط في دماغك ان الحروف اللي سمول زي كده اف سمول دي هنستخدمها للداله لما تكون داله في تي، والحروف الكابيتال زي اف كابيتال دي هنستخدمها لللابلاس ترانسفورم بتاعها اللي هو لما تكون داله في الاس. يعني حتى بعد لما هنيجي نحل باللابلاس ترانسفورم معادلات تفاضليه، لو كان الحل بتاعك هو واي داله في تي فهنسمي ان اللابلاس ترانسفورم بتاعه هو واي كابيتال اللي هي هتكون داله في اس. يبقى دايما الحروف اللي سمول هنستخدمها للداله اللي في التي، والحروف الكابيتال هنستخدمها للداله اللي في الاس اللي هي اللابلاس بتاعها. اهو اللابلاس بنرمز له بحرف ال L ده، والانفرس بتاعه بنرمز له ب L ماينس 1. ده معناها ان انا عملت الاتجاه العكسي. طيب اول مثلا اول ملحوظه نقدر نقولها ان بما ان لابلاس ترانسفورم ده هو في الاساس جاي عباره عن عمليه تكامل، يعني هو التعريف بتاعه اصلا في الاساس هو ان انا بعمل تكامل، يبقى نفس الخواص اللي احنا متعودين عليها في التكامل هتبقى شغاله معايا في اللابلاس. يعني ايه؟ يعني بما ان التكامل من حقي ان انا اوزعه على الجمع والطرح، لما مثلا بقول لك احسب لي تكامل كذا بلس كذا، فبتكامل الاولاني بلس انك بتكامل الثاني، يبقى الخاصيه دي طالما ان هي نافعه ان هي تطبق على التكامل اذا هتكون تنفع ان هي تطبق على اللابلاس. يبقى انا مثلا لما اقول لك احسب لي لابلاس ترانسفورم لداله اف 1 طبعا داله في تي زائد داله ثانيه اف 2، تقدر تقول لي ايه؟ انا هحسب اللابلاس بتاع الاولاني بلس اللابلاس بتاع الثاني. طيب انما هل تقدر تقول ان لو كانت الدالتين دول متاخد حاصل ضربهم، عندك داله في داله، هل اللابلاس بتاع حاصل ضرب دالتين هو عباره عن اللابلاس بتاع الداله الاولى في اللابلاس بتاع الداله الثانيه؟ لا ما اقدرش. ليه ما اقدرش اقول كده؟ لاني ما كنتش بقدر اقول كده على التكامل. عمرنا ما كنا بنقول لك ان التكامل يتوزع على حاصل الضرب. لما مثلا كنت اقول لك احسب لي تكامل اكس مضروبه في ساين اكس، هل بتقول لي انا اكامل الاكس لوحدها واكامل الساين اكس لوحدها واخد حاصل ضربهم؟ الكلام ده غلط. فبما انه غلط في التكامل اذا هو غلط في اللابلاس. يبقى كل الخواص اللي حضرتك عارفها على التكامل تنطبق على اللابلاس. كل الخواص اللي ما ينفعش تتطبق في التكامل ما ينفعش تتطبق في لابلاس، لان في الاساس زي ما احنا شايفين كده لابلاس هو عباره عن عمليه تكامل. اي كونستانت جوه لابلاس اقدر اطلعه بره، يعني انا لو عايزك تحسب مثلا اللابلاس بتاع سي كونستانت مضروب في اف اوف تي، ففي الحاله دي تقدر تطلع الكونستانت بره وتجيب اللابلاس بتاع الحاجه اللي جنبها. ليه ينفع الكلام ده؟ لانه كان بينفع في التكامل. الكونستانت من حقي اطلعه بره التكامل.
يبقى الكونستانت من حقك انك تطلعه بره اللابلاس. يبقى معظم الخواص او كل الخواص اللي احنا متعودين عليها في التكامل هتكون برضو شغاله معانا في اللابلاس. وبالتالي الديفينيشن اهو بتاعه اللابلاس الحرف الاولاني اللي انا كاتبه ده هو ال باختصار يعني اللابلاس بتاع داله اف اوف تي انك تاخد اف اوف تي تضربها في اي تو ذا باور ماينس اس تي وتكامل بالنسبه للتي بحدود تكامل من صفر للانفينيتي، فلازم المحصله بتاعت التكامل ده في النهايه هتطلع لك داله في الاس دي اللي بنسميها اف كابيتال اوف اس او بنسميها اللابلاس بتاع اف اوف تي. ده الديفينيشن بتاعه. وهو بما ان الديفينيشن بتاعه جاي بدلاله التكامل يبقى من ضمن الخواص بتاعتنا ان انا لما اكون عايز احسب اللابلاس ترانسفورم بتاع كونستانت في داله بلس او ماينس كونستانت تاني في داله ثانيه والدالتين دول دوال في تي، فاقدر اوزعها اني اجيب الكونستانت بره واوزع اللابلاس على البلس والماينس والكونستانت التاني برضو اطلعه بره واحسب اللابلاس بتاع الاولى مضروب في ايه واللابلاس بتاع الثانيه مضروب في بي واجمع او اطرح على حسب في جمع او طرح. انما لو عندك لابلاس عايز تحسب لابلاس بتاع داله في التي مضروبه في داله ثانيه في التي ما تقدرش تقول لي انا هجيب اللابلاس بتاع الاولى اللي هو اف كابيتال يعني او اس واجيب اللابلاس بتاع الثانيه وناخد حاصل ضربهم هما الاثنين. الكلام ده غلط، الكلام ده غلط. ليه؟ لانه ما بينفعش في التكامل، اذا ما بينفعش في اللابلاس. تمام، فدي كده اهي من ضمن الخواص بتاعه اللابلاس. دلوقتي بقى ايه اللي احنا عايزين نعمله؟ ده اللي انا بقوله لك ان حصل الضرب اللابلاس ما يتوزعش على حصل الضرب. دلوقتي بقى ايه اللي احنا عايزين نعمله؟ عايزين بقى نحسب اللابلاس ترانسفورم الدوال الاساسيه اللي احنا بتظهر لنا كتير، الدوال اللي احنا بنتعامل معاها كتير، زي مثلا الكونستنت، كسرات الحدود، البولينوميالز، الساين، الكوزاين، الاكسبوننشال، الشاين، الكوشاين. فكده كده اي داله هكتبها لك في الجدول ده هتروح انت مطبق عليها الديفينيشن بتاع لابلاس عشان تحسب اللابلاس بتاعها. فدلوقتي نقدر اهو نعمل جدول، الجدول ده هكتب لك في الخانه الشمال في بعض الدوال وكل داله من دول نقدر نطبق عليها التكامل ده علشان نحسب اللابلاس بتاعها بكام. وفي النهايه على فكره انت هتبقى مضطر ان انت تحفظ الجدول ده، لان تقريبا هي دي الدوال اللي هتظهر لنا بعد كده في كل المسائل او في معظم المسائل يعني. فتعالى كده نبدا باول داله. افرض مثلا ان اف اوف تي كانت بكونستنت، يعني الداله اللي انا عايزك تجيب لي لابلاس ليها مثلا 5. 5 ده انا هعتبره ان هو الاف اوف تي اللي هي داله في تي، الخمسه بقى دي اللابلاس بتاعها بكام؟ اللابلاس بتاعها بيبقى بنفس الكونستنت على اس. يعني الخمسه اللابلاس ترانسفورم بتاعها بيبقى 5 على اس. طب انا جبت من فين الكلام ده؟ اي حاجه عايز تستنتج اللابلاس بتاعها ارجع للديفينيشن الاساسي. فتعالى كده نطبق الديفينيشن الاساسي على الداله دي. اهو تعالى كده نشوف، نحاول نعمل بروف لدي. لو انا عايز احسب اللابلاس بتاع داله اسمها كي وكان الكي دي هي اف اوف تي، فهاخد الكي دي احطها جوه تكامل مضروبه في اي تو ذا باور ماينس اس تي وكامل بالنسبه للتي بحدود تكامل من زيرو لانفينيتي. تحسب بقى كده التكامل ده هتلاقي ان التكامل ده في النهايه هيطلع لك كي على اس. تعال نشوف. وبالتالي هقدر احفظ ان اي كونستانت يبقى اللابلاس بتاعه نفس الكونستانت على اس. تعال كده نحسب التكامل ده. التكامل ده طبعا تكامل هايف قوي، تقدر تطلع الكي بره والاكسبوننشال يتكامل بالنسبه للتي وكان الاس كونستانت ان هو ينزل زي ما هو على تفاضل الباور اللي هو ماينس اس. هتعوض بحدود التكامل الزيرو والانفينيتي مكان التي، فلما تعوض عن التي انفينيتي هيطلع لك اي تو ذا باور ماينس انفينيتي اللي هي بقت بزيرو، ولما تشيل التي وتحط مكانها زيرو هتبقى اي تو ذا باور زيرو فهتبقى بواحد، فطلع لك كي في زيرو ماينس واحد على ماينس اس. بعد الاختصار يبقى الكلام ده هيطلع بكام؟ بكي على اس. يبقى انا اقول لك لو مساله مثلا، طبعا عمرنا ما هنجيب مساله بالهيافه دي يعني، لو عندك مثلا لابلاس بتاع 5، لو انا طالب منك انك تجيب اللابلاس بتاع الخمسه يبقى اللابلاس بتاع الخمسه ب 5 على اس، اللابلاس بتاع الثلاثه ب 3 على اس، اللابلاس بتاع الباي، ما الباي ده كونستانت، يبقى بباي على اس، اللابلاس بتاع ماينس 9 بماينس 9 على اس،
يبقى دي كده اول خاصيه اهي من الخواص اللي احنا عرفناها. طب تعالى ندخل على دوال تبقى اصعب شويه يعني. تاني حاجه هتعرف ان اللابلاس بتاع e to the power at واحد على s minus a. يعني انا لو عايزك تحسب مثلا اللابلاس بتاع 3 e to the power 7 t minus 9، لو عايزك تحسب اللابلاس بتاع حاجه زي كده دي تتحسب ازاي؟ اول حاجه طالما ان انا معايا حاجه ماينس حاجه يبقى اقدر احسب اللابلاس بتاع الاول ماينس اللابلاس بتاع الثاني. الثاني ده كونستانت اللي هي التسعة، واحنا عرفنا من السطر الاولاني بتاع الجدول ان الكونستانت اللابلاس بتاعه بيبقى نفس الكونستانت على اس، وبالتالي تبقى 9 على اس. طيب الترم الاولاني الثلاثه كونستانت مضروبه بحاجه، فزي الخواص بتاعت التكامل اقدر اطلع الثلاثه بره واحسب اللابلاس بتاع الحاجه اللي جنبها. من السطر الثاني اللي احنا لسه ما اثبتناهوش، السطر الثاني بيقول ان e to the power اي حاجه في t اللابلاس بتاعها واحد على s minus الحاجه دي، فاللابلاس بتاع e to the power 7 t هيبقى واحد على s minus 7، وبالتالي النتيجه في النهايه تبقى 3 على s minus 7 minus 9 على s. الحقيقه المساله هي مش ممكن تيجي كده بس، ده المساله ممكن تيجي بالعكس. يعني ايه؟ يعني ممكن المساله تيجي طالبه مني الانفرس لابلاس بتاع 3 على اس ماينس 7 ماينس 9 على اس. المساله جايه مساله هو مديني حاجه بدلاله الاس وطالب مني اني اجيب لها الانفرس لابلاس. فبدل ما هبص في الجدول ده ان انا معايا داله ناحيه الشمال وعايز اجيب اليمين بتاعها، لا ده انا هبص في الجدول ده ان انا معايا دوال من ناحيه اليمين من العمود اليمين وعايز اجيب الايكويفالنت بتاعها في ناحيه الشمال. فالثلاثه كونستانت هتطلعها لي بره، واحد على اس ماينس 7 دي شبه قوي دي، فعشان كده الانفرس بتاعها هيبقى اي تو ذا باور 7 تي، والماينس ينزل زي ما هو، والتسعة على اس دي شبه الكي على اس، فيبقى الانفرس بتاعها بالكي اللي هو 9. وبالتالي المساله ممكن تيجي في شكلين، يا داله في تي اطلب منك تجيب لها اللابلاس، يا داله في اس واطلب منك انك تجيب لها الانفرس. الموضوع قريب شويه من التفاضل والتكامل اللي كنا بندرسه زمان، زي كده ما حفظناك مثلا ان اكس باور ان يبقى تفاضلها ان اكس تو ذا باور ان ماينس 1، وعكس القانون ده يبقى تكامل. هنا نفس الكلام بس بنديلك الداله اللي في التي واللابلاس بتاعها داله في اس، او اديلك الداله في اس وتجيب الانفرس لابلاس بتاعها اللي هو يبقى داله في تي. طب دلوقتي بقى احنا عايزين نثبت القانون اللي احنا لسه كاتبينه ده، عايز اجيب اللابلاس اثبت ان اللابلاس فعلا بتاع e to the power at بواحد على s minus a. هعمل ايه؟ هاخد ال e to the power at دي احطها مكان f of t في القانون بتاع اللابلاس. فلما تستبدل f of t ب e to the power at وتنزل الاكسبوننشال اللي هو الاساسي اللي في التكامل بتاع اللابلاس زي ما هو، هتحسب التكامل ده هيطلع لك فعلا بواحد على s minus a. طبعا التكامل ده برضو تكامل هايف قوي. التكامل ده يتحل ازاي؟ ان الاثنين اكسبوننشال دول اقدر المهم في اكسبوننشال واحد واجمع الباورز على بعض، واخد كمان تي عامل مشترك فيبقى اي تو ذا باور ماينس اس ماينس اي في تي. بعد لما كتبت الاكسبوننشال بالمنظر ده، الاكسبوننشال يبقى التكامل بتاعه ان الاكسبوننشال ينزل زي ما هو على تفاضل الباور فيبقى ماينس اس ماينس اي. هتعوض مره بالانفينيتي، فالاكسبوننشال طبعا بعوض بالانفينيتي وبالزيرو مكان مين؟ مكان التي. فهتبقى اي تو ذا باور ماينس انفينيتي بزيرو ماينس اي تو ذا باور زيرو اللي هي بواحد على ماينس اس ماينس اي، وبالتالي بقت دي النتيجه. النيجاتيف يتكنسل مع النيجاتيف فبقت المحصله فعلا واحد على اس ماينس اي، وبالتالي هقدر احفظ ان الاكسبوننشال e to the power 7 t يبقى اللابلاس بتاعها 1 على s minus 7. e to the power minus 2 t يبقى اللابلاس بتاعها 1 على s minus minus 2، لان ال a هنا ب minus 2 فتبقى 1 على s plus 2. تمام؟ طيب من ضمن الحاجات برضو اللي ممكن هتبقى يعني
فكره يعني هنشوفها قدام شويه، ان انا ممكن اطلب منك الانفرس لابلاس مثلا بتاع واحد على اس ماينس واحد اس بلاس اتنين. هل تقدر تقول طب انا اجيب الانفرس لابلاس بتاع الاول والانفرس لابلاس بتاع التاني وناخد حاصل ضربهم؟ كده يبقى انت بتخرف، لان ده طالما ان انا ما اقدرش ان انا اعمله على التكامل اذا ما اقدرش اعمله على اللابلاس. حد عنده اي فكره؟ انا مش هحل المساله دي لانها هتقابلنا كتير قدام، بس حد عنده اي فكره مبنيه على المعلومات اللي احنا قلناها ازاي اوصل للانفرس بتاع حاجه بالمنظر ده؟ ممكن استخدم البارشال فراكشن. بالظبط، هو لازم تستخدم البارشال فراكشن الحقيقه، لازم تستخدم البارشال فراكشن. البارشال فراكشن الحقيقه هي فكره مش طريقه تكامل. يعني البارشال فراكشن دي لما كنا بنستخدمها في التكامل احنا بنستخدم الفكره بتاعت البارشال فراكشن عشان اعرف احل التكامل. انما البارشال فراكشن، البارشال فراكشن ده بيعلمك ازاي لما يكون عندك في المقام اقواس مختلفه ازاي انك تقدر تكسرها كسور جزئيه يعني لترمات اصغر. يعني تكتبها على شكل مثلا رقم على اس ماينس واحد ورقم تاني على اس بلس اتنين. دي كده فكره البارشال فراكشن. فكره بقى البارشال فراكشن دي ساعات بنحتاجها عشان نحسب تكاملات، وهنا هنحتاجها علشان نحسب انفرس لابلاس. بحيث ان انا لما اكون عايز احسب الانفرس لابلاس بتاع الطرف الشمال ده، لا ده الاسهل اني احسب الانفرس لابلاس بتاع الطرف اليمين. ازاي؟ اني احسب الانفرس بتاع الاولاني بلس الانفرس بتاع الثاني، والاولاني او الثاني هما الاثنين على الشكل بتاع الاكسبوننشال، بس الاولاني الاي بتاعته بواحد والثاني الاي بتاعته بماينس اتنين. وبالتالي هنا هتأجل الخطوة بتاعت إيجاد الإنفرس لابلاس إنك تعمل في الأول بارشال فراكشن ولما كسور جزئية يعني، ولما تخلص الكسور الجزئية تقدر تطبق الإنفرس لابلاس. عشان كده هتلاقي فيه أفكار كتير قوي مش مجرد الجدول ده بس إن أنا بعرفه، ده الجدول ده بيكون خطوة أو خطوتين في المسألة، بس فيه بقى أفكار كتيرة قوي هنشوفها من خلال المسائل اللي هنحلها. أو مثلا بصوا مثال كده زي ده، رغم إن أنا لسه ما كملتش الجدول، بس اقدر مثلا اطلب منك احسب لي لابلاس انفرس بتاع 1 على اس سكوير ماينس 3 اس. طبعا انا عشان احسب انفرس لابلاس انا مفيش قدامي اي طريقه احسب بيها انفرس لابلاس غير اني احاول اخلي اللي جوه يبقى على شكل حاجه من ضمن الحاجات اللي انا لاقيها في الجدول، علشان اتحرك في الجدول واجيب اف اوف تي بكام. هي دي الطريقه الوحيده اللي اقدر اجيب بيها انفرس لابلاس لاي داله. واحد على اس سكوير ماينس 3 اس دي علشان اجيب لها الانفرس هكتبها على شكل، هي هاخد اس عامل مشترك فتبقى واحد على اس في اس ماينس 3. الحقيقه واحد على اس في اس ماينس 3 دي المفروض انك تطبق لها بارشال فراكشن. يعني في البارشال فراكشن اللي هي بالطريقه بتاعت اعدادي هتفكها على شكل ايه؟ على اس بلس بي على اس ماينس 3، وتشتغل بقى بالطريقه بتاعت البارشال فراكشن ان احنا بنضرب، يعني تسيبك من اللي انا كاتبه دلوقتي، بتضرب الطرفين في اس واس ماينس 3 فهيبقى معاك ان الواحد بتساوي اي في اس ماينس 3 زائد بي في اس. وبالتالي تقدر تحدد قيمه الاي وقيمه البي انك كنت بتفكر بالتعويض بقيم سهله للاس اللي هي اسفار المقام، فمرة هحط مرة الاس بزيرو ومرة احط الاس مرة بتلاتة، بحيث ان انا مثلا لما اعوض عن الاس بزيرو الترم بتاع البي ده هيتكنسل، فيتفضل لي ان الواحد بتساوي ماينس تلاتة اي، فتبقى الاي بتساوي ماينس تلت. ولما احط الاس بتلاتة الترم بتاع الاي هو اللي هيتكنسل، فهيبقى معايا الواحد بتساوي تلاتة بي، فتبقى البي بتساوي تلت. وبالتالي اقدر اقول ان البارشال فراكشن دي كده في النهايه وصلتني ان اي على اس يعني ماينس واحد على ثلاثه على اس زائد بي على اس ماينس ثلاثه اللي هي واحد على ثلاثه على اس ماينس ثلاثه. يبقى بدل ما اجيب الانفرس لابلاس بتاعت الداله اللي هو مديها لي، الاسهل ان انا احسب الانفرس لابلاس بتاعت الداله الجديده دي اللي هي نتيجه البارشال فراكشن،
أول ترم ماينس تلتا على إس ده هو شكل كي على إس، وبالتالي يبقى الإنفرس بتاعه بماينس واحد على التلاتة اللي هو الكي. تاني ترم اللي هو واحد على التلاتة على إس ماينس تلاتة، ممكن واحد على التلاتة ده حتى أطلعه بره، فواحد على إس ماينس تلاتة هي شبه اللي أنا حافظه في القانون في الجدول التاني السطر التاني، واحد على إس ماينس إيه، فيبقى الإنفرس بتاعها هي إي تو ذا باور تلاتة تي. وبالتالي كده فعلا قدرت استخدم البارشال فراكشن علشان اجيب الانفرس لابلاس، رغم ان المساله دي انا بقول لك هي المساله طبعا اللي هيحلها بارشال فراكشن صح مليون في الميه، بس هي المساله اسهل من ان هي تتعمل بارشال فراكشن. ليه؟ لاني بدل ما كنت اطبق بارشال فراكشن ممكن بقى اعمل زي اللي مكتوب كده قدامك هنا، اني بدل ما اطبق بارشال فراكشن انا نفس الكميه كتبت لها بره واحد على الثلاثه وضربت جوه في ثلاثه، بعد كده حي على الثلاثة اللي فوق دي انقص اس وازود اس عشان ما بقاش برضو غيرت اي حاجة في المسألة. هي نفس الطريقة بتاعت التكامل اللي احنا كنا بنعملها، يعني دي طريقة بديلة للبارشال فراكشن. طبعا الطريقة الاقوى هي طريقة البارشال فراكشن اللي هي دايما بتنفع في كل المسائل، انما مش كل المسائل بقدر اضبط الارقام فيها زي اللي هيحصل دلوقتي، ان انا ضربت في ثلاثة وقسمت على الثلاثة بعدين نقصت اس وزودت اس، بحيث ان انا اخد التلاتة ماينس اس لوحدها على المقام فتطلع لي ماينس واحد على اس، والاس التانية على نفس المقام فتطلع لي واحد على اس ماينس تلاتة، والتلت ده بره. طبعا انت لو دخلت التلت ده جوه توصل تاني لنفس النتيجة اللي احنا وصلنا لها من البارشال فراكشن، يعني ما فيش اي فرق ما بين اللي انا عملته هنا وما بين طريقة البارشال فراكشن، رغم ان انا افضل طريقة البارشال فراكشن انك تتمكن منها اكتر، لان هي طريقه اقوى بكتير، مش دايما المساله بتعرف تعمل فيها اللي احنا عملناه هنا. دلوقتي بقى الماينس واحد على اس ده اقدر احسب له الانفرس، والواحد على اس ماينس ثلاثة اقدر احسب له الانفرس، يعني ماينس واحد على اس ده شبه الكي على اس، هيبقى الانفرس بتاعه بماينس واحد، والواحد على اس ماينس ثلاثة ده شبه الواحد على اس ماينس اي، فيبقى الانفرس بتاعه بإي تو ذا باور 3t. وبالتالي كده المسألة اللي كانت معايا اقدر اقول ان الانفرس لابلاس بتاعها ان كان فيه تلت بره هو التلت اللي ظهر ده مضروب في الانفرس لابلاس بتاع ماينس واحد على اس اللي هو ماينس واحد زائد e to the power 3t. يبقى مش شرط ان انا ادي لك الدالة اللي جوه اللابلاس انفرس شبه حاجة من الحاجات اللي في الجدول، بس انت عليك انك غصبا عنك لازم توصلها ان هي تبقى شكل حاجه من الحاجات اللي موجوده في الجدول عشان اعرف احسب لها الانفرس. تمام؟ لو كده هيبقى اللابلاس انفرس التلت ده نزل زي ما هو، وده الانفرس بتاعه ماينس واحد، وده الانفرس بتاعه بإي تو ذا باور 3 دي. لاحظ بس ان المساله دايما كل سطر فيها يا اما بكون كاتب لسه كل حاجه بدلاله الاس، يعني انا لسه ما جبتش الانفرس، يا اما لو جبت الانفرس ببقى كاتب كل حاجه بدلاله التي، انما مستحيل ان انا الاقي في مساله ان في اكسبريشن واحد في ترم واحد موجود فيه اس وتي في نفس الوقت، ده مستحيل، يبقى انت اكيد في حاجه انت عاملها غلط، لان لو لسه في السات يبقى معناها ان انت لسه ما جبتش الانفرس، لو في تي هات يبقى انت خلاص جبت الانفرس، انما ما الاقيش مثلا في حل طالب من الطلبه مثلا الاقي ان هو كاتب لي ماينس اس تي على مش عارف ايه، الكلام ده غلط، مفيش حاجه اسمها كده. هو يا اما انت لسه في الاس دومين يا اما انت في التايم دومين. فيا اما الترم كله بدلاله الاس يا اما كله بدلاله التي، انما ما ينفعش يبقى حبه بدلاله الاس وحبه بدلاله التي. تمام؟ طيب. تعالى بقى كده دلوقتي هنوقف الجدول وهناخد اول نظريه. في نظريه بروبرتي من ضمن البروبرتيز بتاعه لابلاس ترانسفورم بتقول لك ايه؟ بتقول لك والله لو انت كان معاك داله اف اوف تي والداله دي كانت مضروبه في اي تو ذا باور اي تي وانت عايز تحسب اللابلاس بتاعه المحصله، فاحنا اتفقنا ان لابلاس ما ينفعش يتوزع على حاصل الضرب. يعني ما فيش حاجه اسمها انك ايه تجيب لي اللابلاس بتاع الاولاني وتجيب اللابلاس بتاع التاني وتاخد حاصل ضربهم هما الاثنين، مفيش حاجه اسمها كده لان ده ما كانش مسموح لينا في التكامل، اذا مش مسموح في لابلاس. ومع ذلك في خاصيه من ضمن الخواص بتاعت لابلاس بتقول لك ايه؟ بتقول بقى خلي بالك كده معايا،
لو انت عارف ان f of t دي كان اللابلاس بتاعها هو دالة اسمها f capital of s، ف f of t دي نفسها لما تضرب في exponential، لما تضرب في e to the power at، اللابلاس بتاعهم برضو هيكون f of s. اللابلاس بتاعها هو نفس f of s اللي هي بتاعتها هي لوحدها قبل ما تضرب في exponential، بس استبدل كل s واحط مكانها s minus a. يعني ايه؟ يعني مثلا لو انا قلت لك ان في دالة ما f of t، انا مش هقول لك هي بكام، بس المهم ان الدالة دي اللابلاس بتاعها بs على s squared زائد 4. بالمناسبة يعني هي الدالة اللي دالة اللابلاس بتاعها هي كوزاين 2 دي، بس مالكش دعوة، المهم ان في دالة اللابلاس بتاعها بs على s squared زائد 4. انا بقى دلوقتي طالب منك انك تجيب لي اللابلاس بتاع نفس الدالة f of t دي، انا قايل لك اللابلاس بتاعها، بس لما تتضرب في e to the power 3 t. فهتقول لي دلوقتي من النظرية اللي هي النظرية رقم واحد دي، اللابلاس بتاع اي دالة انا اعرف اللابلاس بتاعها، بس بعد لما تتضرب في exponential، الاكسبوننشال ازاي بيأثر على اللابلاس؟ الاكسبوننشال بيخلي لي نفس اللابلاس بتاع الدالة اهو هو يظهر، انا بقى بعيد كتابة نفس الدالة تاني، نفس اللابلاس تاني، بس بعد كده استبدل كل اس واحط مكانها اس ماينس اي. اف او اس ماينس اي يعني تستبدل كل اس وتحط مكانها اس ماينس اي. طب والاي بتاعتك بكام؟ الاي على حسب الاكسبوننشال اللي انا ضربت فيه، فبما اني ضارب هنا في اي تو ذا باور 3 تي، يبقى الاس تتشال وتحط مكانها اس ماينس 3. تمام؟ يبقى النظريه الاولانيه دي هثبت لك النظريه، لان برضو اثباتها هايف قوي، فطالما ان في حاجه الاثبات بتاعها ما بيضيعش وقت هتلاقيه ان انا بقوله في المحاضره. النظريه دي بتقول لك ايه؟ بتقول لك ازاي الضرب في الاكسبوننشال بيأثر على اللابلاس. صح؟ النظريه دي بتقول لك ازاي الضرب في الاكسبوننشال يأثر على اللابلاس. بمعنى تاني ان انا لما اكون عارف ان في داله معينه انا عارف اللابلاس بتاعها بكام. ايه بقى اللابلاس بتاعها ده هيتأثر ازاي لو الدالة دي اتضربت في اكسبوننشال؟ يبقى النظرية بتعرفك ازاي الضرب في الاكسبوننشال بيأثر على اللابلاس. طلع ان هو بيأثر على اللابلاس ازاي؟ طلع ان هو بينزل زي ما هو بالظبط، بس مع استبدال كل اس واحط مكانها اس ماينس اي. تمام؟ يبقى دي من ضمن الخواص اللي هنعرفها، انك بعد كده لو انت عارف مثلا اللابلاس بتاع التي بكذا، طب التي دي لو انا جبتها لك مضروبه في اكسبوننشال اللابلاس هيتاثر ازاي؟ هيطلع لي نفس النتيجه، بس استبدل كل اس واحط مكانها اس ماينس اي. طبعا الاثبات بتاع الموضوع سهل جدا. ازاي؟ بما اننا عايزين نثبت الاثبات بتاع النظريه دي، بما اني عايز اجيب اللابلاس بتاع اي تو ذا باور اي تي في اف اوف تي، كل اللي عليا اعمله ان الحاجه اللي انا عايز اجيب لها اللابلاس هحطها مكان اف اوف تي واضربها في الاكسبوننشال ده واحسب التكامل ده بكام. برجع تاني للقانون الاساسي، هو ده القانون الوحيد اللي انا املكه، يعني هو ده الديفينيشن اللي انا برجع له دايما عشان احسب اللابلاس. فحضرتك هتاخد الحاجه اللي انت عايز تجيب لها اللابلاس مضروبه في الاكسبوننشال اللي هو بتاع التكامل، وتعمل تكامل من صفر للانفينيتي. بس دلوقتي حضرتك هتلاحظ ان الاثنين اكسبوننشال دول ممكن هما الاثنين يتضموا في اكسبوننشال واحد. الاثنين اكسبوننشال دول ممكن اجمعهم في اكسبوننشال واحد. ازاي؟ ان التكامل ده بقت اف اوف تي اهي، والاثنين اكسبوننشال دول اتجمعوا الباورز بتاعتهم بقت اي تو ذا باور ماينس اس ماينس اي في تي. بص بقى كده حضرتك، بص على التكامل اللي انت وصلت له، تلاحظ ان التكامل ده نسخه طبق الاصل من التكامل ده. التكامل اللي تحت ده هو نسخه طبق الاصل من التكامل اللي فوق، مع اختلاف صغير قوي ان كل اس في التكامل اللي فوق اتشالت وتحط مكانها اس ماينس اي. وبالتالي اذا كان التكامل اللي فوق ده كان بيطلع لنا حاجه اسمها اف اوف اس، يبقى اكيد التكامل اللي تحت ده هيطلع لك نفس الاف اوف اس دي، بس باستبدال الاس باس ماينس اي. وبالتالي يبقى هي دي الخاصيه بتاعت النظريه الاولى. صح؟ اطلعت فعلا ان التكامل ده هو بالظبط نفس التكامل اللي فوق.
بس الاس اتشالت وتحط مكانها اس ماينس اي. فاذا كان التكامل اللي فوق ده نتيجته احنا كنا بنسميها اف اوف اس، يبقى التكامل اللي معايا دلوقتي نتيجته برضو اف اوف اس، بس شيل الاس وحط مكانها اس ماينس اي. يبقى النظريه الاولى بتعرف لك تاثير الضرب في الاكسبوننشال على اللابلاس، اللابلاس يتغير ازاي لو انا ضربت في اكسبوننشال. تمام، يبقى كده اهو الاثبات بتاع النظريه الاولى. تعال نكمل الجدول. عايز اوريك ان الشاين لو عندك مثلا شاين اي تي فاللابلاس بتاعها بيبقى اي على اس سكويرد ماينس اي سكويرد. يعني ايه؟ يعني انا لو طالب منك انك تجيب اللابلاس بتاع شاين 5 تي فاللابلاس بتاع، طبعا انت تقدر توصل لللابلاس بتاع الشاين ده بطريقتين، يا اما انك تغير المساله من كونها مساله بدلاله الشاين تحولها لمساله اكسبوننشال وتستخدم السطر الثاني في الجدول، يا اما تستخدم على طول السطر الثالث اللي في الجدول وتتعامل معاها على ان هي شاين. السطر الثالث بقى بيقول ايه؟ ان شاين 5 تي اللابلاس بتاعها الايه هنا بكام؟ الايه ب 5، يبقى اللابلاس بتاعها هيبقى 5 على اس سكويرد ماينس 25. بس كده يبقى انا جبت الايه؟ اللابلاس بتاعها بكام؟ طب نسبة ازاي؟ تفتكر يعني تفتكر هيبقى ازاي الاثبات بتاع الشاين؟ الاثبات بتاع الشاين ان انا احول الشاين لاكسبوننشال واجيب اللابلاس للاكسبوننشال بما اني عارف اللابلاس بتاع الاكسبوننشال بكام. وهتلاحظ على فكره ان اللابلاس بعد كده بتاع الكوشاين اللي هو يعني السطر اللي بعديه في الجدول هو هو بالظبط نفس اللابلاس بتاع الشاين، بس بدل ما فوق بتبقى ايه؟ فوق بتبقى اس. يعني هتبقى اس على اس سكويرد ماينس اي سكويرد. تمام؟ ده الاختلاف ما بين الشاين والكوشاين. الشاين بكتب في البسط ايه؟ انما الكوشاين بكتب في البسط اس. وهتلاحظ بقى كمان تكمله بتاعت الجدول ان الساين والكوزاين اللابلاس بتاعهم هو نفس اللابلاس بتاع الشاين والكوشاين بالملي، بس بدل ما المقام اسمه اس سكويرد ماينس اي سكويرد هيبقى بلس اي سكويرد. يعني هتلاحظ ان الساين ساين اي تي اللابلاس بتاعها هيبقى نسخه طبق الاصل من اللابلاس بتاع الشاين، يعني هيساوي اي على، بس بدل ما هي اس سكويرد ماينس تبقى بلس اي سكويرد. ونفس الكلام للكوزاين، يبقى الشاين والكوشاين والساين والكوزاين الاربعه دول شبه بعض بس باختلافات بسيطه قوي. خلي بالك بس عشان ما تتلخبطش. وتعالى كده نثبت الشاين. عشان اثبت لك فعلا ان القانون اللي هو السطر الثالث ده فعلا صح، انا هحسب اللابلاس بتاع الشاين. الحقيقه بقى هنا انا مش محتاج ان انا اخد الشاين وارجع اعوض بيها في التعريف الاساسي بتاع اللابلاس، بدل ما ادخل نفسي في موال ان انا احسب تكامل وممكن التكامل ده يطلع حسابه رخم. طب ما انا طالما ان الشاين دي انا اعرف احولها بدلاله الاكسبوننشال، احنا عارفين ان الشاين هي عباره عن اي تو ذا باور ماينس اي تو ذا باور النيجاتيف على 2، واستخدم الخواص بتاعت اللابلاس ان الاثنين دي انا ممكن اطلعها بره واجيب اللابلاس بتاع كل واحد منهم، او الاثنين دي طلعت بالنص اللي بره، واحسب اللابلاس بتاع الاول واللابلاس بتاع الاكسبوننشال الثاني من السطر الثاني في الجدول. فالاولاني هيبقى 1 على اس ماينس اي والثاني هيبقى 1 على اس بلس اي، وكده خلاص انا خلصت وهو ده اللابلاس اللي انا عايزه. بس عشان تختصر الكلام ده كل اللي حضرتك هتعمله انك هتعمل توحيد للمقامات، فالمقامين دول تضربهم في بعض فهتبقى اس سكويرد ماينس اي سكويرد، والواحد هيبقى اس بلس اي ماينس الواحد الثاني هيبقى اس ماينس اي. فهتلاحظ دلوقتي ان الاس تتكنسل مع الاس، الاسات اللي فوق، والاي مع الماينس ماينس اي تبقى ب 2 اي، تكنسل النص اللي بره فهيطلع لك اي على اس سكويرد ماينس اي سكويرد. تمام؟ طب افرض ان المساله ما كانتش شاين، افرض ان المساله كانت كوشاين، ايه اللي هيختلف؟ الكوشاين هو نفس الديفينيشن بتاع الشاين، بس الاشاره اللي ما بين الاثنين الاكسبوننشال دول هتبقى
بلس، دي هتبقى بلس، وبالتالي الاشاره دي تبقى بلس، وبالتالي الاشاره دي تبقى بلس، وبالتالي بدل ما الاستات هي اللي هتتكنسل هتلاحظ ان الاي هي اللي هتتكنسل، فهيتفضل لك مع النص اللي بره 2 اس على اس سكوير ده ماينس اي سكوير، وبالتالي الاثنين تتكنسل مع النص هتبقى اس على اس سكوير ده ماينس اي سكوير. تمام؟ فده كده يخلينا نثبت اهو بعد لما كنسلنا، ده يخلينا نثبت مش الشاين بس، ده الكوشاين اللابلاس بتاعها اس على اس سكوير ماينس اي سكوير. حد بقى يقدر يقول لي افرض مثلا ان انا معايا داله اف اوف تي وانا اعرف اللابلاس بتاعها، اللابلاس بتاع الداله دي انا اعرف هو بكام. طب لو الداله دي اتضربت في شاين تي هل تقدر تعرف اللابلاس بتاعها يبقى كام؟ هل اقدر افك اللابلاس ده لو حصل ضرب؟ يعني حد يقدر يقول لي هنا نتصرف ازاي؟ يعني لو انا قلت لك ان في داله اف اوف تي كان اللابلاس بتاعها مثلا بواحد على اس تو ذا باور 3، انا مش قايل لك الداله دي هي كام، بس المهم ان في لابلاس، في داله اسف معينه، الداله دي قدرت احسب لها اللابلاس وطلع اللابلاس بتاعها بايه؟ واحد على اس باور 3، هي طلع اللابلاس بتاعها كده، الداله دي بكام مالكش دعوه. طيب دلوقتي انا طالب منك انك تحسب لي اللابلاس بتاع نفس الداله اللي انت اصلا ما تعرفهاش دي، بس الداله دي هتتضرب في شاين تي، ازاي بقى اقدر احسب اللابلاس بتاعها؟ حد يقدر يقول لي؟ دكتور لو تطبعنا الستيتم 1 تمام وفكيت الشاين او الكوشاين يعني اللي حصل في الاثنين اي اي والسي تي، ف يعني نظريه الطب طالما ان هو حاصل ضرب يبقى عليا ان انا اشوف هل في ترم من الترمين اللي فيهم حاصل ضرب ده هو هل هو اكسبوننشال؟ اللي هي الشاين دي، ان الشاين دي انا ممكن اطلع النص بتاعها بره واحسب اللابلاس بتاع اي باور تي لما تتضرب في الداله اف ماينس اللابلاس بتاع اي باور ماينس تي لما تتضرب في الداله اف، وكده هتروح نطبق ثيرم 1. ثيرم 1 دي على فكره بنسميها الشيفتنج ثيرم او الفيرست شيفتنج ثيرم. ليه؟ لان هي بتعمل لي شيفت. ليه بتعمل شيفت؟ بتشيل الاس وتحط مكانها اس ماينس اي، فكاني برحل الاس لاس ماينس اي. هنا هتطبق بقى النظريه الاولى بس هتطبقها مرتين، مره عشان انت ضارب في اي تو ذا باور تي، ومره علشان انت ضارب في اي تو ذا باور ماينس تي. لما تضرب في اي باور تي تاثير الضرب في اي باور تي ان هي بتعمل لي ايه؟ بستبدل كل اس وبحط مكانها اس ماينس 1. طب وتاثير الضرب في اي باور ماينس تي بتعمل مكانها ايه؟ بستبدل كل اس وبحط مكانها اس بلس 1. تمام؟ يبقى كده النظريه الاولى دي بتعرفني ايه تاثير الضرب في الاكسبوننشال، ايه تاثير الضرب في شاين، ايه تاثير الضرب في كوشاين. طيب اللي بعد كده تعالى الاول نشوف المثال ده. عايز اجيب اللابلاس بتاع 5 شاين 2 تي كوشاين 2 تي زائد 7 اي باور تي ماينس 3. ممكن اي حد يقول لي اي فكره غير جورج؟ يعني حد يقول لي اعمل ايه في المساله دي؟ لان الحقيقه انا حاسس ان هو بس اللي متجاوب معايا في المحاضره. طبعا فوق الشاين والكوشاين الاكسبوننشال فورم بتاعتنا تضربهم في بعض. هي الحقيقه هي دي فكره صح، يعني ما اقدرش اقول لك ان هي غلط، هي طبعا صح مليون في الميه، ان انا ممكن افك الشاين والكوشاين، دي بدايات الاكسبوننشال ودي بدايات الاكسبوننشال، بحيث ان انا اوصل المساله كلها ان هي تبقى اكسبوننشال، وناخد بقى حاصل الضرب ونفك. صح، هو كده كده اللابلاس بتاع الشكل ده كله انا عايز احسب اللابلاس، اقدر اوزعه لابلاس للاولاني، بعد كده بلس لابلاس للتاني، والتاني ده على فكره سهل، 7 اي تو ذا باور تي دي هتبقى 7 على اس ماينس 1، لان السبعه دي كونستانت طلعت بره، واي تو ذا باور تي من السطر التاني في الجدول 1 على اس ماينس 1.
بعد كده الماينس 3 اللي هو الترم الاخير ده هيبقى اللابلاس بتاعه بماينس 3 على اس، ده مبني على السطر الاولاني في الجدول. انما المشكله الحقيقه هي في الترم الاولاني اللي هو اول لابلاس خالص انا عايز اجيبه، لان الشاين مضروبه في كوشاين، فحاصل ضرب شاين في كوشاين ما اقدرش ان انا اوزع لابلاس على حاصل ضرب، فهنا هتضطر انك تتصرف في الداله دي باي طريقه عشان تخلص من حاصل الضرب. فاحمد قال ايه؟ احمد قال خلاص نفك الشاين والكوشاين ان هي تبقى اكسبوننشال واكسبوننشال وناخد حاصل ضربهم، طبعا صح مليون في الميه. او ممكن تقول حاجه ثانيه، ممكن تقول ان من ضمن الخواص اللي هي الهايبربوليك ايدنتيتيز، يعني من ضمن الخواص بتاعت الدوال الزائديه، ان شاين حاجه في كوشاين حاجه دي اقدر افكها واكتب مكانها نص، طبعا النص مع الخمسه بقى خمسه على الاثنين، نص شاين ضعف الحاجه دي اللي هي نص شاين 4 تي. انا دلوقتي ما بتكلمش في لابلاس خالص، انا دلوقتي بتكلم في خواص بتاع الدوال زائديه، زي ما احنا كده عارفين ان ساين زاويه في كوزاين نفس الزاويه اقدر استبدلهم واحط مكانهم نص ساين ضعف الزاويه، وبرده شاين زاويه في كوشاين زاويه دي اقدر افكها واكتب مكانها ايه؟ نص، عشان كده بقت 5 على 2 شاين ضعف الحاجه دي اللي هي ضعف ال 2 تي فبقت 4 تي. وبالتالي دلوقتي كاني عايز احسب اللابلاس بتاع 5 على 2 شاين الضعف اللي هو 4 تي. دلوقتي بقى الترم طبعا ده هينزل زي ما هو، والترم الثالث هينزل زي ما هو، والترم الاولاني ال 5 على 2 دي كونستانت تتكتب زي ما هي، وشاين 4 تي من ثالث سطر في الجدول اقدر اقول ان اللابلاس بتاعها هو عباره عن 4 على اس سكويرد ماينس 16، وبالتالي كده يبقى انا جبت اللابلاس بتاع المساله دي. طب بدل شاين 4 تي دي خليها لي كوشاين 4 تي، ايه اللي هيختلف؟ بدل الاربعه اللي فوق هتبقى اس، طب بدل الشاين خليها ساين، ايه اللي هيختلف؟ بدل اس سكويرد ماينس 16 تبقى اس سكويرد بلس 16. فهتلاحظ ان السطر الثالث والرابع والخامس والسادس في الجدول هيبقوا شبه بعض، بس مره شاين مره كوشاين مره ساين مره كوزاين. الحل اهو بالتفصيل بتاع المساله دي، ان انا هوزع اللابلاس باللينياريتي بتاعتها اللي هي بالبروبرتي بتاعت اللينياريتي اللي هي البروبرتي اللي فوق دي، اول بروبرتي خالص قلناها، والكونستانتس تطلع بره، وهقدر اجيب اللابلاس بتاع الثلاثه ب 3 على اس، واللابلاس بتاع اي باور تي بواحد على اس ماينس واحد، انما مش هقدر اجيب لابلاس لحاصل ضرب غير اني اضم الاثنين دول على شكل شاين 4 تي على الاثنين، والاثنين حتى طلعتها بره، وبعد كده دلوقتي اقدر احسب اللابلاس بتاع شاين 4 تي دي بالقانون بتاع الشاين اللي هو السطر الثالث، فدي تتشال ويتكتب مكانها 4 على اس سكوير ماينس 16، وهتلاحظ ان النتيجه النهائيه كلها دلاله الاس ما فيهاش تيهات، ما ينفعش ترم يبقى فيه تي واس في نفس الوقت. او ممكن نعمل زي الفكره اللي كان احمد قالها، ان انا افك من اول خالص الشاين والكوشاين هما الاثنين بدلاله الاكسبوننشال لو انا مش فاكر العلاقات بتاعه الدوال الزائديه، فنفكهم بدلاله الاكسبوننشال ونشتغل المساله كاكسبوننشال. لا اللذيذ بقى مش كده بس، اللذيذ ان الاجابه دي نفسها بعد حل المساله دي، الاجابه دي لو انا طلبت منك انك تجيب الانفرس لابلاس ليها، فهيبقى سهل انك تجيب الانفرس بتاع كل ترم، الترم الاولاني هتجيب له الانفرس، الترم الثاني هتجيب له الانفرس، الترم الثالث هتجيب له الانفرس، بس يا ريت لما انا اطلب منك الانفرس اكون مديها لك بالشكل ده. انما للاسف انا ممكن ما اكونش مديها لك اصلا بالمنظر ده. ممكن نفس الداله دي اديها لك بس الطريقه شكلها ارخم شويه، ازاي؟ اني اوحد للترمات كلها المقام. يعني اطلب منك انك تجيب الانفرس لابلاس واروح بقى مدي لك كده داله مكلكعه قوي، هي نفس الداله اللي فوق بس اوحد للثلاث ترمات دول المقام، فهيطلع لك مقام عباره عن اس سكويرد ماينس 16 مضروب في اس ماينس 1 وكمان معانا اس، وفوق بقى كده في ترمات كتيره قوي اللي هي النتيجه بتاعه توحيد المقام، وادي لك المساله بالمنظر ده. طبعا مساله بالشكل ده مش هتعرف تجيب لها انفرس لابلاس غير لما الاول تجيب فكه الترمات دي. الفكه ان انا عشان اتحرك من هنا للسطر اللي فوقيه اطبقه ان انا اعمل ايه؟ نعمل ايه؟
بارشال فراكشن بالظبط، تعمل بارشال فراكشن، تعمل كسور جزئي. اوكي، يبقى هتعمل كسور جزئيه في الاول، تركن خالص المساله بتاعت لابلاس والانفرس على جنب، تطبق كسور جزئيه بارشال فراكشن. بعد البارشال فراكشن هيطلع لك الفكه بتاعت البارشال فراكشن بالشكل ده، واخر خطوه خالص انك تجيب لكل ترم من الثلاثه دول الانفرس لابلاس بتاعه باستخدام الجذر. يبقى عشان كده استخدام البارشال فراكشن من ضمن الحاجات اللي مهمه قوي في ايجاد اللابلاس انفرس. طيب اهو انا جبت كده، اختصرت مساله مثلا ثانيه، عايز احسب الانفرس لابلاس بتاع 2 اس بلس 3 على اس سكوارد ماينس 25، عايز احسب الانفرس لابلاس بتاع الشكل ده. من ضمن الحاجات اللي انت ممكن تعملها علشان تحل مساله زي دي، انك تاخد المقام، انت لو لاحظت هنا هتلاحظ ان اللي فوق هو 2 اس بلس 3، والمقام اقدر احلله لاس ماينس 5. دي فكره من ضمن الافكار بس دي مش دي اللي انا هحل بيها، اس بلس 5. فهتلاحظ ان انت عندك ترمات مختلفه في المقام، فتقدر بقى تطبق بارشال فراكشن، تجيب ايه على اس ماينس 5 وتحسب الايه بكام، وبي على اس بلس 5 وتحسب البي بكام، وبعد لما تبقى تجيب الاي والبي تقدر تجيب الانفرس لده. طبعا واضح ان الانفرس بتاعه هيبقى على حسب الاي بكام، في اي تو ذا باور 5 تي، وتجيب الانفرس بتاع الثاني بعد لما تطبق البارشال فراكشن، وهيبقى الانفرس بتاعه ببي في اي تو ذا باور ماينس 5 تي. دي فكره بس هتاخد بس منك وقت شويه انك تحدد الكونستانتس بالبارشال فراكشن اللي هو الاي والبي. فدي فكره مساله ان انا ممكن اعمل بارشال فراكشن، تمام؟ وبعد لما اعمل البارشال فراكشن طالما ان انا عرفت احلل المقام، اجيب الانفرس لابلاس لكل ترم ظهر لي في البارشال فراكشن. دي فكره اللي هيحل كده صح مليون في الميه. وفي فكره ثانيه، ان انا علشان احسب الانفرس لابلاس بتاع الكلام ده، هقدر اقول ان الداله اللي جوه اللي انا عايز احسب لها الانفرس لابلاس دي، هعتبرها ان هي 2 اس على اس سكوارد ماينس 25 لوحدها، و3 على اس سكوارد ماينس 25 لوحدها، واحسب الانفرس بتاع الاول واحسب الانفرس بتاع الثاني بما انهم مجموعين فينفع اوزع عليهم الانفرس. اول ترم الاثنين تطلع بره، واس على اس سكوارد ماينس 25 دي نسخه طبق الاصل من اللابلاس بتاع الكوشاين بس كان الاي بخمسه. صح؟ اس على اس سكوارد ماينس 25 كان الاي بخمسه. فهيبقى الانفرس بتاعها كوشاين بس كوشاين 5 تي. والترم الثاني الانفرس بتاعه ان الثلاثه تطلع بره، فيتفضل لي 1 على اس سكوارد ماينس 25. 1 على اس سكوارد ماينس 25 دي شبه اللابلاس بتاع الشاين بس ناقص ان انا يبقى عندي فوق كام؟ 5. بالظبط، ناقص ان انا يبقى عندي فوق 5. طب ما فيش 5 تعمل ايه؟ طب افتكر كده، هو انت لما بيكون التكامل عايز تحسب تكامل معين وناقص لك جوه التكامل 5، مش انت كان بيبقى من حقك في التكامل انك تضرب جوه وتقسم بره على الخمسة؟ نفس الكلام، طالما ان هو يتطبق على التكامل يبقى يتطبق على اللابلاس، يبقى يتطبق على اللابلاس انفرس. يبقى انا من حقي ان الثلاثه دي اعتبرها 3 على 5 علشان احط جوه الانفرس 5 اللي انا محتاجها علشان تبقى شبه الشاين، وبالتالي اقدر اقول ان الانفرس ده هو 3 على 5 شاين 5 دي. طبعا ده هيتجمع على ده، تمام؟ يبقى دي طريقه ثانيه. طبعا الطريقه دي صح بس انت طلعت لي فيها الاجابه بدلاله الشاين والكوشاين. الطريقه الثانيه برضو صح بس انت طلعت فيها الاجابه بدلاله الاكسبوننشال، وكده كده الشاين والكوشاين ينفع يتكتبوا بدلاله الاكسبوننشال. اهو الحل اهو بالتفصيل، ان انا قسمتها لاثنين لابلاس وطلعت الكونستانس بره، هتلاحظ ان الانفرس الاولاني ده نسخه طبق الاصل من الكوشاين بس الاي بتاعته بخمسه، انما الثاني ده
علشان يكون النسخه طبق الاصل من الشاين ناقصه A فوق. فالA مش موجود، يعني انا محتاج ان مكان الواحد اللي فوق ده محتاج 5. فعشان اخلي الواحد ده بخمسة اضرب جوه الانفرس بخمسة واقسم بره على خمسة. وطالما ان الكلام ده كنا بنقدر نعمله في التكامل، اذا نقدر نعمله في اللابلاس، ونقدر كمان نعمله في اللابلاس انفرس. بعد بقى لما ضربت وقسمت على الخمسة ظهرت بالمنظر ده، دي بقت نسخة طبق الاصل من حاجة انا عارفها في الجدول، ودي نسخة طبق الاصل من حاجة برضو انا عارفها في الجدول، فاقدر احسب لهم هما الاثنين الانفرس. واحدة هتبقى كوشاين والتانية هتبقى شاين، او ممكن الحل التاني اللي انا كنت كاتبه لك هنا انك كنت تطبق من الاول بارشل فراكشن. تمام؟ طيب بالنسبة للساين، ساين اي تي اللابلاس بتاعها بكام؟ زي اللابلاس بتاع الشاين بالملي، بس الاشارة اللي تحت في المقام بدل ما هي ماينس تبقى بلس. طب حد يقدر يقول لي نسبة دي ازاي؟ ازاي اعمل اثبات لدي؟ عشان تعمل اثبات لدي ممكن ترجع للتكامل تستبدل f of t وتحط مكانها sin a t، وصح طبعا مش غلط، بس هتبقى تكامل رخم شويه. تكامل هتستخدم له التكامل بالتجزيء مرتين، ان احنا كنا بنطبق مرتين بالتجزيء، بعد كده بلاقي ان التكامل رجع تاني لنفسه فكنت بنسميه i، هيبقى موضوع كبير شويه. في طريقه اسهل اللي هي الطريقه اللي انا هوريها لك دلوقتي، انك عشان تجيب اللابلاس بتاع sin a t، بما انك تعرف اللابلاس بتاع الاكسبوننشال فممكن تستبدل الساين بالعلاقه بتاعت اويلر، انك تقول ان الساين دي هي الايماجينري بورت بتاع اي تو ذا باور، زي الطريقه اللي احنا استخدمناها في الاوبريتور اي تو ذا باور اي اي تي، وخلي الايماجينري دي تبقى بره خالص، واحل المساله على انها لابلاس بتاع اكسبوننشال، وبعد لما ابقى اطلع اللابلاس بتاع الاكسبوننشال ابقى انقي الترمات الايماجينري بس. وفيها ميزه ان انت لما هتنقي الترمات الايماجينري هتجيب اللابلاس بتاع الساين، انما لو نقيت الترمات الريل اللي هي الترمات اللي ما فيهاش اي هيدي لك اللابلاس بتاع الكوزاين اي تي، لان الكوزاين اي تي هي بس الايماجينري، بس الريل بتاع اي تو ذا باور اي اي تي. يعني لو عملناها كده اهو بالتفصيل، احنا عارفين ان اي تو ذا باور اي اي تي هي بكوزاين اي تي بلس اي ساين اي تي، فالساين هي الايماجينري بتاع اي تو ذا باور اي اي تي، واللابلاس ده اقدر احسبه من الخانه الثانيه في الجدول، ان اللابلاس او هنقي الترمات الايماجينري، اللابلاس بتاع اي تو ذا باور اي اي تي هي 1 على اس ماينس المعامل اللي هو اي اي. دلوقتي بقى انا عايز انقي الترمات الايماجينري، فعايز اكتب الكميه اللي جوه دي على شكل جزء ريل بلس اي في جزء ايماجينري. ده نقدر نعمله ازاي؟ ان انا اضرب وصله المقام في الكونجكت عشان احول الكومبلكس ده يبقى فوق. فهنا اهو استخدمت القانون الثاني في الجدول، ان اللابلاس بتاع اي تو ذا باور اي اي تي بقت 1 على اس ماينس اي اي، وعشان انقي الترمات الايماجينري ضربت بسط ومقام في الكونجكت. لما ضربنا بسط ومقام في المرافق بقت بالشكل ده. ابص بقى الشكل اللي طلع لي، ده هو عباره عن اس على اس سكوير زائد اي سكوير زائد اي في اي على اس سكوير زائد اي سكوير. تمام كده؟ انت دلوقتي عايز تنقي الترمات الايه؟ الترمات الايماجينري. يبقى الترمات الايماجينري هي الترمات اللي هي متعلم عليها بالاحمر دي، ده كده هو الترم الايماجينري، وبالتالي ده يبقى هو اللابلاس بتاع مين؟ بتاع الساين. انما لو كنت عايز تجيب اللابلاس بتاع الكوزاين، فالكوزاين هي اللي هو بالازرق اللي هو الجزء الريل، فكنا ناخد الترمات اللي هي الجزء الريل اللي هو الجزء ده، يبقى هو ده اللابلاس بتاع مين؟ بتاع الكوزاين. فهتلاحظ فعلا ان اللابلاس بتاع الكوزاين شبه اللابلاس بتاع الكوشاين، بس الاشاره اللي في المقام بوزيتيف، واللابلاس بتاع الساين شبه اللابلاس بتاع الشاين بس الاشاره اللي في المقام بوزيتيف. فالاثبات الصغير ده بدل ما نحسب تكامل صعب، الاثبات الصغير ده
ده مستو ان هو يخليني اقدر اعرف اللابلاس بتاع الساين والكوزاين من غير ما نحسب تكاملات. وبالمرة كمان استنتجنا اللابلاس بتاع الكوزاين بقت اس على اس سكوير بلس اي سكوير. تمام. بص يا باشمهندس، انا مثلا لو طلبت منك انك تحسب التكامل ده، يعني في مساله مثلا جايه في الامتحان اقول مثلا فيها ايه، احسب لي تكامل من صفر لانفينيتي بتاع اي تو ذا باور ماينس 3 تي كوساين تي في كوساين تي دي تي. يعني المساله مثلا جايه بقول لك ايفالويت الانتجرال ده، بس ما جبت سيره اي حاجه، بقول لك مدي لك تكامل وطالب منك انك تحسب التكامل ده. بس انت بقى يعني لو 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 ركزت كده تلاقي ان التكامل اللي انا طالب منك ان انت تحسبه ده، التكامل ده نسخه طبق الاصل من التكامل بتاع اللابلاس، هو بالملي، بس انا شايل الاس وحاطط مكانها كام؟ حاطط مكانها 3. والدالة f of t اللي انا عايز احسب لها اللابلاس هي مين؟ هي ساين تي في كوزاين تي. وبالتالي تبقى النتيجة بتاعت التكامل ده هو نفس اللابلاس، يعني هو بالظبط كأني عايز اجيب اللابلاس بتاع ساين تي في كوزاين تي اللي هو هيطلع بدلالة الاس لانه لابلاس. بس بعد كده اروح معوض عن ان الاس اشيلها واحط مكانها 3، صح؟ لان شكل التكامل هو نسخه طبق الاصل من الديفينيشن بتاع اللابلاس مع استبدال الاس ب3، والداله اللي انا عايز اجيب لها اللابلاس هي ساين تي في كوزاين تي، فاقدر احسب اللابلاس بتاع ساين تي في كوزاين تي، وبعد كده الاسات اللي هتطلع لي في اللابلاس ده ابقى اشيلها واحط مكانها 3. طب هو اللابلاس بتاع ساين في كوزاين هي ساين في كوزاين دي، اقدر اجيب اللابلاس بتاع الساين لوحده واللابلاس بتاع الكوزاين لوحده وناخد حاصل ضربهم هما الاثنين؟ لا طبعا مستحيل، ما فيش حاجه اسمها كده. امال نعمل ايه؟ ساين تي في كوزاين تي دي اقدر استبدلها، اقدر اشيل ساين تي في كوزاين تي دي واكتب مكانها نص بالعلاقات بتاعه الدوال المثلثيه، نص ساين ضعف الزاويه، يعني نص ساين 2 تي. بعد بقى لما تكتبها بالمنظر ده هيبقى اللابلاس بتاعها ان النص يطلع زي ما هو، وساين 2 تي اللابلاس بتاعها ب 2 على اس سكويرد زائد 4. وبالتالي بعد الاختصار بقت النتيجه ان الاثنين تتكنسل مع الاثنين فبقت 1 على اس سكويرد زائد 4. ده كده هو اللابلاس بتاع ساين تي في كوساين تي. بس انا بقى الحقيقه عايز احسب قيمه اللابلاس ده بعد لما اعوض عن اس بكام؟ اس ب 3. ليه؟ لان واضح ان اي تو ذا باور ماينس اس تي اللي في القانون بتاع اللابلاس انا شلتها وحطيت لك مكانها في التكامل اي تو ذا باور ماينس 3 تي. يبقى تحط الاس ب 3، 1 على اس سكويرد بلس 4 لما تحط الاس ب 3 هتبقى 1 على 13، يبقى نتيجه التكامل ده 1 على 13. يبقى التكامل الصعب، التكامل ده على فكره لو كنا اديناه لك في اعدادي كنت تعرف تحسبه، بس بخطوات طويله جدا جدا، بالتكامل بالتجزيئ بخطوات طويله فعلا جدا. وده كمان في النهايه ده انت مش كده بس، ده انت هتضطر انك تعوض بحدود تكامل من صفر لانفينيتي. بص لابلاس حسب لك التكامل ده من الجدول ان كذا اللابلاس بتاعه كذا، وانا محتاج اشيل الاس واحط مكانها 3، فبقت النتيجه 1 على 13. فممكن نجيب لك تكامل شبه شويه الديفينيشن بتاع لابلاس، وكاني بطلب منك مساله لابلاس بس انا هحطها لك على شكل تكامل. تمام. طيب هنشوف بس المساله دي وهنوقف على كده عشان نعرف ان انتوا صدعتوا مني، ونكمل ان شاء الله في المحاضره اللي جايه. عايز احسب اللابلاس، مساله عايز احسب اللابلاس بتاع اي تو ذا باور 5 تي في كوزاين 3 تي، بس كل ده معمول له سكوير. لاحظ ان السكوير معمول على الحاجه اللي جوه اللابلاس مش على اللابلاس. فهل ينفع ان انا اجيب اللابلاس بتاع الحاجه اللي جوه والنتيجه ابقى اعمل لها سكوير؟ لا مفيش حاجه اسمها كده، لان ما كانش في حاجه اسمها كده في التكامل. لما بطلب منك انك تكامل كوزاين سكويرد ما بتقوليش خلاص انا كامل الكوزاين لوحدها والنتيجه بتاعت التكامل ابقى 4، مفيش حاجه اسمها كده، يبقى مفيش حاجه اسمها كده برضه في اللابلاس. امال هتعمل ايه؟ وزع السكويرد ده. وزع السكويرد على حاصل الضرب، فاي تو ذا باور 10 تي تبقى اي تو ذا باور 5 تي تبقى اي تو ذا باور 10 تي، والكوزاين تبقى كوزاين سكويرد. دلوقتي انا اقدر استخدم
الفيرست ثيرم، النظريه الاولانيه اللي بنسميها الشيفتنج ثيرم، ان انا لو قدرت اعرف اللابلاس بتاع الكوزاين سكويرد اللي يعني كانها اف اوف تي بكام، اقول ان تاثير ضربها في اي تو ذا باور 10 تي اني استبدل كل اس واحط مكانها اس ماينس 10. فدلوقتي جات لك مشكله ثانيه، انك دلوقتي بقى مطلوب منك انك تحسب اللابلاس بتاع كوزاين سكويرد، بس كوزاين سكويرد 3 تي دي علشان احسب اللابلاس بتاعها هضطر ان انا افكها بالقوانين بقى اللي احنا عارفينها، ان كوزاين سكويرد دي تقدر تفكها لكام؟ هستخدم العلاقات الدوال المثلثيه ان هي تتفك لنص 1 زائد كوزاين ضعف الزاويه يعني تبقى 6 تي. المهم ان انا حولتها لجمع، اقدر بقى دلوقتي اطلع النص ده بره واحسب اللابلاس بتاع الواحد اللي هو يبقى 1 على اس، واحسب اللابلاس بتاع الكوزاين اللي هو من الجدول في السطر اللي قبل الاخير هتبقى اس على اس سكويرد زائد 36 لان الاي ب 6، وكده يبقى انا جبت اللابلاس بتاع الكوزاين سكويرد. بس الحقيقه انا مش عايز اجيب اللابلاس بتاع الكوزاين سكويرد ده، انا عايز الكوزاين سكويرد دي وهي مضروبه في اي تو ذا باور 10 تي. فمن النظريه الاولى تاثير الضرب في اي تو ذا باور 10 تي ان كل اس عندك ظهرت اهو هتشيلها وتكتب مكانها اس ماينس 10، كل اس في اي حته تشيلها وتكتب مكانها اس ماينس 10 وتبقى دي كده هي النتيجه. طب بالتفصيل برضو انا الاول حابب احسب اللابلاس بتاع كوزاين سكويرد اني هفكها لنص 1 زائد كوزاين ضعف الزاويه، النص طلعته بره والواحد بقى من اول سطر في الجدول 1 على اس، والكوزاين من اخر سطر في الجدول بقت اس على اس سكويرد زائد 36. دي هي اللابلاس بتاع كوزاين سكويرد. دلوقتي بقى تاثير الضرب في الاكسبوننشال من النظريه الاولى ان نفس اللابلاس اللي انا وصلت له ده استبدل كل اس فيه واحط مكانها اس ماينس اي والاي ب 10، وبالتالي تبقى كل اس تتشال اهو ويتكتب مكانها اس ماينس 10. طبعا مش مطلوب منك انك تختصر ده، خلاص سيبه لنا كده. انت كده خلاص عرفت تحسب اللابلاس. تمام؟ في بس ريمورك هنا كنت عايز اقولها. ان لو طلب منك، لا بس دي بقى يعني احنا نخليها المحاضره اللي جايه عشان ما ندخلش ما نفتحش على نفسنا فتحه يعني جامده. فكده خلاص هنوقف المحاضره دي كده على الجزء ده، وان شاء الله هنكمل المحاضره اللي جايه. لو في بس اي سؤال